السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وموعد يتجدد معكم دائما وأبدا في لقاء الاثنين من برنامجكم ملك وكتابة. حلقة مهمة، لكن يغيب عنا الليلة العزيز والإعلامي الكبير المهندس عادل القيعي لظروف صحية طارئة، يمكن بعد ما عمل عملية في عينه اليمين اضطر أنه دايما وأبدا يعمل التعادل، ف عمل عملية تانية في عينه الشمال، لكن الحمد لله في حالة جيدة جدا. كان المفروض هيكون معانا، لكن في آخر لحظة الطبيب حذره من الإضاءة. بنتمنى له تمام الشفاء بإذن الله تعالى والعافية. لكن في الجزء الثاني والمهم من الحلقة عزائنا أن هيكون معانا أيضا قامة إعلامية أهلوية كبيرة، الكاتب الصحفي الموسوعي الأستاذ حامد عز الدين، عشان نقف معاه على الكثير من مشاهد وتفاصيل لحظات مهمة في النادي الأهلي، لحظات مهمة لعلها تجسد المعنى الحقيقي للشهد والدموع، أيام فعلا فيها الكثير من الشهد للنادي الأهلي، فيها الكثير من علامات وملامح النجاح والتميز والتفوق والبهجة والسعادة، لكن شاءت الأقدار وكأنه القدر شاء ألا ينقضي شهر سبتمبر وهو شهر ميلاد المايسترو صالح سليم، إلا وفي لحظاته الأخيرة وساعاته الأخيرة يرحل المايسترو الصغير الكابتن صفوت عبد الحليم. انتقل إلى جوار ربه الكابتن صفوت عبد الحليم بالأمس في خبر صادم لجماهير وعشاق النادي الأهلي، بعد رحلة عناء مع المرض طويلة خاضها الكابتن صفوت، ثم لحظات فراق مأساوية. بنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته وأن يحتسبها الله عنده من الشهداء والصديقين بإذن الله. شيع جثمان الكابتن صفوت عبد الحليم بعد صلاة الظهر اليوم في مسجد السيدة أنفيسة. حرص رموز النادي الأهلي، قيادات النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، يمكن كان موجود مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وتقدم أيضا الموجودين الكابتن حسن حمدي رئيس النادي السابق وواحد من زملاء مشوار الكابتن صفوت، وحضر كل أو العدد الكبير من نجوم الكرة في السبعينات والستينات والثمانينات ممن صادقوا وزملوا الكابتن صفوت عبد الحليم في الملاعب. كابتن صفوت يمكن حياته لما تتابعونا في الجزء الخاص بمناقشة لحظات الدموع القاسية والصدمة المروعة لرحيل الكابتن صفوت بهذه الطريقة، هتلمسوا إلى أي حد كان هذا اللاعب فنان بمعنى الكلمة، اللي ما شافش صفوت عبد الحليم في الملاعب ضاعت منه حاجات كتيرة في معنى الاستمتاع بالكرة الحلوة. النهاردة يمكن حتى الكابتن محمود الخطيب وهو بينعيه وهو واحد من زملاء الملعب معاه قال إن ده من أحرف لعيبة الكرة اللي جم في تاريخ الكرة المصرية. كل اللي اتفرج على الكابتن صفوت عبد الحليم عرف يعني ايه قيمة اللمسة الحلوة في الكورة، وهتشوفوا رأي كابتن حسن حمدي فيه رأي سابق ليه، مش بمناسبة الوفاة، حتى رأي من بضع سنوات، وهو شايف ان ده حد من أمهر من لمس الكرة في العالم، صفوت عبد الحليم فكاهة كرة مصرية بجد. لما أطلق عليه المايسترو الصغير ده كان تيمنا بالمايسترو الكبير الكابتن صالح سليم، لأنه كمان صفوت عبد الحليم امتاز بالقدرات المهارية العالية وباللمسة السحرية المميزة جدا جدا. انتقل إلى جوار ربه، نعاه كل زملائه وكل محبيه وكل حتى اللاعبين اللي عصروه في الملاعب واللي تدربوا على إيده، لأنه عمل لفترة طويلة في قطاع الناشئين في النادي الأهلي. ألف رحمة ونور على الكابتن صفوت عبد الحليم، وهيكون لنا وقفة النهاردة مع الكثير من تفاصيل مشوار المايسترو الصغير الكابتن صفوت عبد الحليم اللي نعاه الكابتن محمود الخطيب في هذه الكلمات نسمعها. يعني في البداية يمكن في خلال الأسبوعين اللي فاتوا النادي الأهلي فقد ثلاثة من ولاده اللي تربوا جوه النادي، كابتن حازم كرم، كابتن عادل هيكل، كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليهم.
يمكن الكابتن صفوت انا يمكن يعني تزاملت معه في الملعب رحمه الله عليه، تزاملت معه في الملعب كتير يعني، فقربنا قوي من بعض. واللي انا يمكن عايز اقوله، عايز اقول ان صفوت للي ما يعرفوش او اللي ما شافش صفوت، صفوت واحد من احرف من لعب الكره في مصر، لاعب ما يتكررش تاني. الناس يمكن دلوقتي فاكره مثلا انيستا مثلا، هو صفوت ده كده، صفوت ده كان انيستا، بس يمكن الفرق القوه والسرعه بس، لكن صفوت لعيب فعلا من اللعيبه ما تتكررش تاني. انا شخصيا وانا في الملعب كنت احب اشوفه، احب اتفرج عليه، وهو في الملعب معانا في الفرقه انا ببقى مطمن، مطمن للنتيجه ومطمن للاداء، لان صفوت فعلا يستطيع ان هو يعني يتحكم في الاداء. صفوت رحمه الله عليه انسان خلوق جدا، صفوت انسان بسيط جدا، احنا كنا قريبين من بعض قوي، وما زلنا طبعا الحياه والموت فرقنا، او الموت والحياه فرقتنا، لكن صفوت انا يعني يمكن بقول لكل من ينتمي للنادي الاهلي، جماهير ومسؤولين واعضاء، بقاء الله وبقاء الله في ولاد واحد من ولادكم اللي كان الحقيقه من النماذج لعيبه الكوره اللي ما بتتكررش تاني يعني. صفوت كنا قريبين من بعض جدا، وصفوت في الملعب وخارج الملعب، والحقيقه مرض لفتره طويله جدا، مرض دوت ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يعني يكون دوت في ميزان حسناته ورفع درجات لي باذن الله. لكن النهارده لما وقفنا قدام القبر وجثمان صفوت نازل، الحقيقه انا قعدت افكر في اللي احنا عايشينه، في الحياه اللي احنا عايشينها، قعدت افكر وقلت يعني عايز اقول للناس كلها يا جماعه الدنيا دي ساعه، حتى لو ساعه دي طولت شويه لكن هي ساعه، لازم نفتكر ربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا كلنا. انا بقول الكلام ده لنفسي، لنفسي، وبقوله لاسرتي ولاولادي والاهلي ولاخواتي وكل اللي انا بحبهم، اللي هو كل البلد وكل اللي بيحبوني. ربنا سبحانه وتعالى المده قريب مننا كلنا، وربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا عشان نحاول بقدر الامكان يعني من اعمالنا، يمكن يا ربنا يعني يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، ونامل في هذا وندعو كلنا لهذا يعني. فالدنيا مش دايما لحد، واللي دايم بس انك انت تبقى انسان تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، تعمل اعمال صالحه ان شاء الله. كل دوت انا بس بقول ان انا اللي انا شايفه في الحياه دلوقتي، الصراعات وال يعني مش عايز اتدخل في الحاجات دي، لكن ده كل ده ليه؟ ولغايه امتى؟ ده ممكن الدنيا في لحظه انتهي، لغايه امتى يعني؟ فالبقاء لله. النادي الاهلي الحقيقه يمكن فخور بولاده وكل من ينتمي ليه، سواء على يعني على قيد الحياه أو توفاهم الله، كل رموزنا اللي توفاها الله، كل ولادنا اللي توفاهم الله ورموزنا وكباتننا الكبار اللي رحلوا عننا، أعتقد بنفخر بيهم لغاية النهاردة. هو ده النادي الأهلي، النادي الأهلي دايما هبقى فخور بولاده من 1907 لغاية إلى نهاية العمر يعني إن شاء الله يعني. ألف رحمة ونور على صفوت، لأن فعلا صفوت من الحاجات اللي أثرت فينا جدا النهاردة الصبح. ألف رحمة ونور على روح الكابتن صفوت عبد الحليم، روحه الطيبة الطاهرة الصابرة اللي تحملت كل متاعب المرض في الفترة اللي فاتت بنفس راضية ومطمئنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسبه عنده مع الشهداء والصديقين. لكن كمان الكابتن الخطيب في كلمته هو بيفكر الناس، ده الخطيب وصفوت عبد الحليم، ولقطة من لقطات العمر الطويل في الملاعب. لكن فعلا من لم يكن له من الموت واعظ لا تكفيه المواعظ. الناس كلها وهي بتعيش لحظات التوديع بيغيب عنها انه في النهايه كله بيوصل بعضه. هي دي طبيعه الحياه، وهي دي فلسفتها، وهي دي اللقطه المؤكده فيها، ان في النهايه
كل إلى هذا المصير وكل متجه إلى هذه اللحظة، بس الناس لا بتتعظ ولا بتفكر في ده، على الأقل في ما تعج به الساحة الرياضية من فوضى وانفلات وتجاوزات وغوغائية وتخلي عن كل القيم السلوكية وعن كل الضوابط الأخلاقية. ساحة غريبة جدا جدا جدا، وكأنه هذا مجتمع رياضي في لحظة النشأة لسه، مش مجتمع رياضي بقاله أكتر من 120 سنة بيمارس الرياضة، في بلد شاركت في الأولمبياد سنة 20 من القرن الماضي. بصوا العمق والجذور عاملة ازاي. يعني مجتمع رياضي يملك من التراث ومن القيم ومن التقاليد ومن الأعراف ومن الأخلاق ومن السيرة ومن الضوابط حتى الأولمبية والدولية والقانونية اللي خليه يكون أرقى من كده بمراحل. اللي بيحصل ده ما بيحصلش في مجتمعات الغابة المتخلفة. ده مجتمع رياضي راح الأولمبياد من أكتر من 120 سنة فاتت. غير معقول ما يحدث، غير معقول إن احنا لسه بندور هو مين تبع مين، لسه بندور هي سلطة اللجنة الأولمبية إيه، لسه بندور هي الأندية مين اللي بيحكمها، لسه بندور على ثغرات في قانون ما فاتتش سنة على نشأته، لسه بندور على اتساق مع الأعراف الأولمبية والمعايير الدولية. يبقى عندنا دستور بينص في أهم ما ينص في مادة الرياضة على أنه يتم الفصل في المنازعات الرياضية بما يتفق مع المواثيق الأولمبية والمعايير الدولية. ده نص في الدستور، نص في الدستور أو القوانين. ومع ذلك تسمعوا اللبانة المسخة أي شكوى تروح، أصل ده استقواء بالخارج. هي كلام وخلاص، هي شغلة بغبغانات يعني. اي شكوى لاي جهه، ما هو ده التدرج الطبيعي. هو اشمعنى انت لما بتيجي تشتكي من لاعب ولا بتشتكي من مدرب بتلجا للفيفا على اساس ان الفيفا ده مش جهه خارجيه؟ انت جزء من المظله الاولمبيه الدوليه، بتخضع لكل مواثيقها وبتنطبق عليك كل معاييرها. مش لسه هندور ونسمع كلام اصل ده استقواء بالخارج. طب استقواء بالخارج ولا استهتار بالداخل؟ ما في استهتار بالداخل، ما في فوضى في الداخل، ما في عدم حسم في الداخل، ما في عدم انصياع لقرارات الداخل، ما في وزاره موجوده ولجنه اولمبيه موجوده، ما في اتحادات رياضيه موجوده حاكمه وغير حاكمه. يعني تحكم او تملك ولا تحكم. فبالتالي صاحب اي شكوى بيلجا للجهه الاعلى، فتسمع الاستقواء بالخارج في ظل الاستهبال في الداخل. هو ده ملخص هذا المشهد العبثي جدا اللي بيسود الحركة الرياضية. فيما يخص النادي الأهلي، فيه صمت النادي الأهلي طوال الفترة اللي فاتت ناس كتيرة فهمته غلط، واحنا أكدنا هنا في ملك وكتابة لجمهور الأهلي، خليكوا دايما وأبدا متأكدين من حقيقتين ثلاثة. الحقيقة الأولى إنه الأهلي أبدا لن يستدرج ولن يهبط لمستوى خلاف أدنى من المستوى الذي تسمح به تقاليد النادي وأعراف النادي وقيمة النادي الأهلي. مش مفيش حد هيجره لتحت كائن من كان، وفي نفس الوقت لن يفرط أبدا في حق يمس الأهلي وهيبة الأهلي وقيمة الأهلي ومكانة الأهلي. لكن في حفاظ الأهلي على ثوابته اللي بتقبل الانجراف والاستدراج، وأيضا اللي بترفض التفريط في حقوقه، الأهلي له آلية وله طريقة وله أسلوب وله سياسته اللي بتخليه مختلف، اللي بتخلي حضراتكم فخورين إن أنتوا أهلوية، واللي بتخلي كل الناس حتى من غير الأهلوية يحترموا هذا النادي في قيمه وتقاليده وأخلاقه ورموزه وثوابته، إنه لا ينجرف ولا يفرط. طب يعمل إيه؟ يتبع الأساليب القانونية الحقيقية والصارمة. عشان كده مجلس إدارة النادي اللي خلص منذ لحظات برئاسة الكابتن محمود الخطيب استعرض الموقف اللي فات وقال: قرر المجلس التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق، كما ناقش بعض التجاوزات التي صدرت من البعض خلال الفترة الماضية وتمس النادي الأهلي وجماهيره، وتحمل خلالها الأهلي
الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبه بحق النادي الاهلي، كلكم تابعتوها، بحق النادي الاهلي وجماهيره ومسؤوليه، والتزم مجلس اداره النادي ضبط النفس طوال هذه الفتره. ليه؟ ليه الاهلي انتوا كنتوا شايفينه ساكت زياده عن اللازم؟ كنتوا عمالين تقولوا هو ليه ما بيردش؟ هو احنا هنفضل ساكتين كده لامتى؟ الاهلي كان ساكت اتساقا مع قيمه ومبادئه، مترفعا عن الانزلاق الى هذه الهوة المتدنيه اللي الناس ديت قاعده فيها. ده مش مكان الاهلي ومش هينزل لها، لو ما عرفش يشد الناس لفوق مش هيسمح لهم ينزلوا لتحت لهذه الهوة المتدنيه. وتاركا في نفس الوقت بقى، وتاركا الفرصه للاخرين لمراجعه موقفهم. يمكن ربنا يهدي. يمكن الناس ديت تعقل شويه وتراجع نفسها. يمكن شيء من ضبط النفس يفكر كل واحد بالتزاماته وباللي المفروض يكون عليه. وللمعنيين بالامر ان يتدخلوا. نشوف مين مسؤول عن هذه الفوضى في الرياضه. وتاركا الفرصه للاخرين لمراجعه موقفهم وللمعنيين بالامر ان يتدخلوا منعا لاحداث، دي بقى المسؤوليه. دي المسؤوليه المجتمعيه التي يستشعرها الاهلي ويدركها مجلس ادارته ويعرفها أعضاؤه كويس. نادي له هذا التأثير المجتمعي، عنده هذه القاعدة الجماهيرية الكبيرة، عنده هذا الرصيد وهذا الإرث الحضاري المحترم عند اللي ما بيحبوهوش قبل اللي بيحبوه وبيشجعوه، عارفين قوي قيمة النادي الأهلي، فمش هيهز الأهلي هذه القيمة إدراكا من الأهلي لمسؤوليته المجتمعية، إنه ما يسمحش أبدا بتجدير السلم العام، انه ما يعكرش ابدا صفو السلام الاجتماعي، انه ما يتسببش في مشكله بين الجماهير اللي بتحبه واخوانهم واخواتهم من جماهير الانديه الاخرى، لانه في الاول وفي الاخر الاهلي يحمل رساله الرياضه بكل قيمها وبكل معانيها وبكل مفاهيمها. اللي عايز يفهم يفهم، واللي عايز ما يفهمش ما يفهمش، هو حر، بس في النهايه على الاهلي دور ومسؤوليه وواجب بيؤديه ناحيه وطنه. مش هيسمح ابدا انه يكون سبب في توتير الأجواء أو تجدير العلاقات بين الجماهير بعضها وبعضها. البيت الواحد والأسرة الواحدة هتلاقي فيها مشجع متحمس جدا للأهلي ومشجع آخر متحمس جدا للزمالك. ما يكونش الأهلي برسالته الرياضية السامية اللي أخذها على عاتقه منذ نشأته واللي تحمل فيها الكثير من أجل ترسيخ وتعزيز هذه المفاهيم الرياضية اللي من الواضح أصبحت لغة غريبة على الناس غير الرياضيين اللي اقتحموا الساحة الرياضية فجأة وفي غفلة، انه الاهلي ما يكونش سبب في كدر صفو هذه الجماهير ببعضيها، لانه في الاول وفي الاخر احنا مش في خناقة، احنا مش في الغابة، احنا في مجتمع رياضي، دي منافسة رياضية بكل ضوابطها وبكل معانيها. فضل الاهلي ساكت، طال صبره، ادى فرصة للاخرين ان هم يراجعوا حساباتهم ومواقفهم، وده فرصة للمعنيين بالأمر أنهم يتدخلوا اتساقا مع قيم النادي وثوابته. إلا أن هذا الصبر أو صبر النادي الأهلي اتفهم غلط، دفع البعض للاستمرار في التجاوز إلى درجة فاقت كل الحدود. الصبر اتفهم غلط، دي ناس ما بتفهمش الرسالة، دي ناس عايزة تعيش في وسط هذه الضوضاء وهذا الصخب وهذه الخناقة، دي ناس مش مدركة قيمة الرياضة ومعانيها ولا مسؤوليتها حتى تجاه مجتمعها. اتفهم صبر الأهلي وترفعه وهدوءه وضبط نفسه غلط، فسمح زي ما قال مجلس الإدارة، سمح للبعض بالاستمرار في هذه التجاوزات. وعليه قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، وده اللي أنا قلت لكم من البداية خالص وأكدنا عليه كذا مرة، اعرفوا إن الأهلي لا عمره فرط ولا هيفرط في حق ليه، لكن له آلية، له نظام، له طريقته اللي بيحترمها المختلف معاه قبل المتفق معاه. عليه قرر مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي،
ومسؤوليه وأعضائه وجماهيره. كل اللي غلط في حق النادي الأهلي هيدفع ثمن غلطته، وهيدفع ثمن غلطته بمنتهى الوضوح وبالقانون. بس مين اللي قرر ده؟ ودي نقطة مؤسساتية شوية من مجلس الإدارة. مجلس الإدارة مش جهة قانونية. مجلس الإدارة مع التقدير والاحترام لكل من فيه من قامات، ما هماش رجال قانون، ما يقدرش يقول نشتكي في نرفع القضية دي في الحتة الفلانية أو نقدم الشكوى للجهة العلانية، مش بتاعته، وما يضمنش إنه يحقق من خلالها النتيجة اللي هو عايزها. فبالتالي زي العمل المؤسسي المنضبط حقيقة، بيشكل النادي الأهلي أو بيشكل مجلس إدارته لجنة قانونية رفيعة المستوى، وبقول لكم رفيعة المستوى، هدفها تبص في كل اللي حصل من تجاوزات في حق النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه ومسؤوليه ورموزه، عشان تقرر هتتجه في كل الاتجاهات إزاي، هتقدم أوراقها وشكاويها وقضاياها وملفاتها لأنهي جهة. ولن يتوانى الأهلي، ده تقديري، في المضي إلى أبعد حد تتصوروه بشكوته وبأنه موقف عادي. الناس تعرف ان في ضوابط تجاه المجتمع، الناس تعرف ان الاهلي لعمره اساء لهذا النادي او ذاك، الناس تعرف ان النادي الاهلي اصلا ما هوش طرف في كل المتخانقين دول، النادي الاهلي عنده رساله وعنده دور. وشفتوا الناس في عز ما هي بتتخانق والزعيق والنواح والمشاكل الكتيره المنصوبه، الاهلي بيستلم عقد التجمع الخامس وبيستمر في مرحله البناء وبيستقر تشريعيا من خلال جمعيته العمومية ويسلك كل الطرق القانونية والبنائية السليمة. مش فاضي لشغل ياخد منه وقت كتير قوي في سبيل أداء رسالته لمجتمعه والأعضاء والجمهوره. يتفهم ده غلط؟ لا، نفهمك بقى، نفهمك بالأصول وبالقانون وبالضوابط وبالاحترام وبالإحساس بالمسؤولية. ودي النقطة اللي أنا لازم ان الناس تقف عندها كتير، لان كل واحد مننا عليه رساله لمجتمعه، كل واحد فينا عنده مهمه انه يدرك البلد محتاجه ايه، الاجواء والعلاقات بين الاطراف وبين الهيئات الرياضيه مع بعضها ما تستحملش الكلام ده ابدا. الاحترام هو اللي بيسود، العلاقه الطيبه هي اللي تبقى، المسؤوليه تجاه البلد هو ده الاساس. اي استثناء غير كده فقاعه هتنتهي، طالت ولا قصرت هتنتهي، اجلا او عاجلا هتنتهي، لانه في النهايه لن يبقى الا السليم، ولن يستمر الا ما في خدمه الناس والمجتمع. قرر المجلس تكليف وتشكيل هذه اللجنه القانونيه للمضي قدما الى ابعد حد تتصوروه، حفاظا على حقوق النادي وعلى جماهير الاهلي وعلى اعضائه اللي تساءلوا كتير الفترة اللي فاتت، احنا ساكتين ليه؟ احنا الامور ما بقتش كده؟ لما هيلاقوا هذه اللجنة القانونية رفيعة المستوى، رفيعة المستوى من الناحية القانونية والقضائية، تتحرك بالشكل القانوني المحترم في كل الاتجاهات والقنوات السليمة اللي يجيب للأهلي حق وزيادة، واللي يرد الصعصعين لكل واحد تجاوز في حق النادي الاهلي، بس بالقانون وبالاحترام، مش بالتجاوز ولا الملاسنة ولا الخروج ولا قلة الحياة اللي سادت دي. مش لا هي طريقة الاهلي ولا ده اسلوب النادي الاهلي، ولا يجب ان يكون اسلوب اي نادي خالص، ولا دي لغة خلاف رياضي. عندك مشكلة اتفضل اطرحها، وعندك من الاليات الكتيرة ما يكفي. لو احنا هنتبع ده، انت عندك في كل اتحاد فيه لجان وفي تظلمات، وفي عندك لجنه اولمبيه وعندك لجنه دوليه وعندك محكمه دوليه وعندك اتحادات دوليه، ليك من جهات التقاضي الرياضي والقضائي المختلفه اللي تخليك في غنى تام ان انت تنزل لمستوى انه ما يبقاش ده رياضه، تبقى مكلمه ومشتمه والناس بتقدم رساله في اسوأ حالاتها وأقبح أشكالها
للنشأ الصغير. ما اعرفش احنا الناس ديت في دماغها ان النشأ الصغير ده بيتربى على ايه؟ ازاي بتلومه كل الشتائم اللي بتسمعوها في الشارع؟ ازاي هتعاقب لاعب لما بيخرج عن النص؟ ازاي لاعب تجاوز وتلفظ، مشجع تجاوز وتلفظ، عايز اعرف هتعاقبوه ازاي؟ هتعاقبوه ازاي وانتوا بتقولوا اسوأ من اللي هو بيقوله؟ يعني الى هذا الحد بنعتمد الشتيمة والسباب والتطاول والتجريح والتجاوز والاعراض وكل السباب البغيض العجيب اللي بتسمعوه في الساحة الرياضية؟ بعد كده هتسألوا الشباب ده اتربى ازاي؟ بعد كده هتسألوا الأطفال دي بتردد الألفاظ دي ازاي؟ بعد كده بتتكلم على الساحة الرياضية بتعج بكل هذه الفوضى ازاي؟ أعتقد وقفة النادي الأهلي بهذا الشكل المؤسساتي بالشكل اللي انحاز فيه للشكل القانوني السليم انه يشكل لجنة مختصة تجيب حق النادي تالت ومتلت. ده كان قرار مهم جدا على جماهير الاهلي واعضائه الاطمئنان على انه فعلا ما ضاع حق وراءه الاهلي، لكن يكون حق بالحق. ايضا في سياق اخر كنت شفت حضراتكم احتجاج الاهلي واعتراضه على فوضى التحكيم في الدوري، واعتقد مباراه الاهلي والانتاج الحربي بمشاهدته هتظل حاله شاهدة على كيفية، مش عايز أقول الانحياز، لأنه يعني أنا أعتقد اللي حصل في ضربة الجزاء قبل الهدف يخلينا نقول إزاي حكم ممكن يلغي هدف هو شايفه ده لو سمعه في الراديو هيحسبه. قلت لكم ده لو سمعه في الراديو هيحسبه من الوضوح اللي في ضربة الجزاء. الحكم الخامس الكرة تحت رجله، المهندس عدلي شفاه الله وعافاه قال ساعتها ده ناقص يمد رجله يلعبها بس مش عايز يحسبها، والحكم جاي وحط الصفاره وبعد كده افتكر حاجه هي ايه الله اعلم خليته شال الصفاره من بقه. الحاله اللي كان عليها التحكيم في هذه المباراه والفوضى اللي سائده في الحاله الرياضيه واللي سمعنا معاها الكثير من التعبيرات الغريبه والعجيبه، اهي الراجل يا دوب هيمد رجله، ده شايف ان دي مش ضربه جزاء اهي، والحكم في الكادر الثاني هتشوفوه كان جاي وحط الصفاره في بقه وحاجه معينه منعته والله اعلم. طيب قدم الاهلي لو تفتكروا وقتها مذكره لاتحاد الكوره وحدد شكواه. النهارده مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب عقد جلسه في مقر النادي خلالها تم التصديق على الشؤون الخاصه بكره القدم مع توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم الحاكم بالخطاب الذي أرسله النادي الأهلي بيفكروا بجواب جديد بعد أزمة التحكيم في مباراة الإنتاج الحربي. أكد النادي في خطابه الجديد على ضرورة إسناد مبارياته في الدوري بدءا من المباراة المقبلة إلى حكام من قارة أوروبا مع استعجال الرد على الخطاب السابق. وهنا ليه أوروبا؟ هنا في تداخل مصالح. هيقول لك ما احنا بنجيب حكام عرب. حكام عرب في نفس المنطقة العربية عرضة لأي تأثيرات. جايين وعارفين المشكلة فين. جايين وعارفين أطراف النزاع فين. جايين وعارفين مصادر الأمور فين. إذن من البداية الاختيار ممسوس. ممكن يكونوا حكام أفاضل ومحترمين. لكن اختيارهم في هذا التوقيت في ظل هذا المناخ وفي ظل مصادر الشكوى والجدل الكبير المثار يخلي كل حكم بيشارك في تحكيم البطولة العربية، بيشارك في تحكيم مباريات عربية، بيتعاطى مع الاتحاد العربي في مباريات، محطوط بين قوسين، ارفعوا عنه الحرج. وانت اصلا مش عايز تجيب حكام مصريين متأثرين بكل الضغوط اللي انت حاططها عليهم، هتجيب حكام عرب بنفس الضغوط وجايين بنفس الذهنية وبيعانوا من نفس المشكلة وهيتعرضوا لنفس الاتهام وهتصارع حواليهم نفس الأقاويل. طب ليه؟ هو أنا عايز بس واحد أجنبي ما يكونش اسمه مصري وخلاص؟ فالنادي الأهلي في جوابه ده لا يقلل من احترامه بالتأكيد للحكام العرب،
حكام الكرة العرب ولا من تقديره للحكام المصريين، لكن كل هذه الضغوط المفروضة على كل الأطراف بتخليه يفكر اتحاد الكرة لا، الأهلي بيطلب حكام من قارة أوروبا، من قارة أوروبا بالتحديد. هنشوف اتحاد الكرة موقفه ايه هيكون. وسيرت كمان قضية حقوق الرعاية، انا بقول لكم حلقة سخنة وهيكون فيها كلام كتير، دي فقط بعض الأطباق المشهية لغاية لما نجلس مع الأستاذ حامد عز الدين أمام هذه المائدة الساخنة بالحوار والموضوعات. سحبت شركة صلة حق رعايتها مع النادي الأهلي وشركة سبورتا للملابس أيضا. مجلس الإدارة النهاردة ناقش الخطابات الواردة من شركتي صلة التي فازت بعقد الرعاية وسبورتا التي كانت مسؤولة عن عقد الملابس واللتان طلبتا فيهما منفردتين ومن جانب واحد فسخ التعاقد مع النادي الأهلي، وقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق النادي. بصوا الانضباط وبصوا الاحترافية وبصوا المسؤولية في إدارة العمل المؤسسي، عشان لما الناس بتردد الأهلي بيعمل وفقا لعمل مؤسسي حقيقي اعرفوا معنى الكلام. عشان كده الأهلي لازم يفضل مختلف ولازم يحافظ على هذا التماسك المؤسسي في عمله. ما طلعش مجلس الإدارة بكلمتين ضد الشركة دي وكلمتين ضد الشركة دي، وانتوا اللي خسرانين وانتوا ياما هتشوفوا وانتوا شوفوا كسبتوا من ورانا ايه. كل الكلام ده كان سهل يتقال وكان ممكن يتقال بتجاوز، بس الأهلي في ثوابته بيحترم كل من تعامل معه، اللي تعامل معاه، اللي اختلف معاه، اللي مشي، اللي نفسه. انت حر، انت في منطقة ما شايف ان انا غلطان، اوكي هذا حقك، اللي بيحكمني انا وانت القانون. هي دي لغة الشعوب المتحضرة، هي دي اساليب التعامل بين الاطراف المسؤولة. مش في قانون، انت اخليت بالعقد وفسخته، في عقد بيربطني بيني وبينك، في شؤون قانونية بتتولى المسألة، لو عليا حاجة هتاخدها ولو ليا حاجة هاخدها، بس خد بالك انا مش هفرط في حق النادي الاهلي ابدا، لان انا ما اخطأتش. انت عايز تجامل، عايز تبايع، عايز تعمل اي قرار يخصك، ده بتاعتك انت، لكن ما تحملش الاهلي تمن مواقفك او تمن مزايداتك. خد اجراءاتك، النادي الاهلي بيحترم توجهك وبيقدر ظرفك، لكن في نفس الوقت بيحافظ على حقوقه. بينه وبينك الورق والقانون والعقد، مع التأكيد على انه شريك الاهلي كسبان. سألوا كل الناس اللي تشاركت مع النادي الاهلي، راجعوا ارقام عقود الرعاية في العشرين سنة اللي فاتت. وكالة الاهرام للاعلان كان بتبقى واخدة العقد بخمسة مليون، يخلص العقد بخمسة مليون، تدخل اطراف منافسة للاهرام، الخمسة تبقى عشرة، الأهرام يدفع العشرة، يعني جرب المكسب مع الأهلي. يخلص العقد بعشرة يوصل لعشرين، يوصل لأربعين، يوصل لمتين واربعين، يوصل لنص مليار. العقد الأخير محل الخلاف كان شركة صلة كسبت المزايدة بخمسمائة مليون جنيه، عقد الأهرام والأخبار من خلال الشركة اللي عاملينها سوا كانت بربعمائة وثمانين مليون. يعني مؤسسات أو وكالات الإعلان الوطنية المصرية عارفة قيمة النادي الأهلي، وعارفة قد إيه النادي الأهلي شريكه كسبان جدا، وعارفة قيمة التسويقية للنادي الأهلي بحقوقه، فبالتالي تقبل مضاعفة القيمة. يعني العقد اللي قبل منها يبقى 240، اللي الجديد يبقى 480 أو نص مليار. ده إدراكا لقيمة الأهلي في السوق. فهنا اهلا وسهلا بكل من يتعاقد مع النادي الاهلي، ومؤكد هيلقى كل فرص الاستثمار الناجح، الاستثمار الحقيقي مش الكلمه اللي رائجه اليومين دول. وفي نفس الوقت اللي لا يتشارك وعايز يمشي شكرا وجود لك في اي في مكان تاني، لكن ما اختلفناش ولا يمكن ابدا هنسيء لبعض ولا هنتبادل أي لغة أخرى غير اللغة المتحضرة القائمة على الاحترام المتبادل. بمناسبة
حقوق الرعاية والاستثمار ووكالة الأهرام، لأنه وكالة الأهرام كانت من الشماعات اللي الأطراف التانية دي علقت عليها فشلها سنين طويلة. كان الكابتن حسن حمدي مساء الله بكل الخير وربنا يديله الصحة وطولة العمر، اللي بيختلفوا معاه في الأهرام يقول لك كابتن حسن حمدي بيصرف فلوس الأهرام على النادي الأهلي، وهم عارفين كويس قوي إنه العقد اللي كسبوه بخمسة مليون الأهرام كسبانة من وراه ربما أكتر من ضعفين الرقم ده. عشان كده شهدت وكالة الأهرام للإعلان في عهد الكابتن حسن حمدي وطوال مسيرته الإعلانية مع الأهرام قفزات قياسية خلت الأهرام أقوى الصروح الإعلامية في الشرق الأوسط، مؤسسة يفخر بها كل مصري وكل عربي. جزء من السند الحقيقي لهذه المؤسسة في أداء رسالتها التنويرية ودورها الصحفي والوطني كانت وكالة الأهرام للإعلان. عشان كده هذا التكريم اللائق الذي انتهى منذ قليل استحقه الكابتن حسن حمدي. بعد كل هذه السنوات اللي خرج فيها من الأهرام أدرك الجميع معنى وقيمة عطاء وانتماء الكابتن حسن حمدي. أستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، الأستاذ إبراهيم حجازي الناقد الرياضي الكبير، والناقد الرياضي العزيز الأستاذ محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي، وحضر الأستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وحضرت نخبة من الأسرة الرياضية والإعلامية والصحفية، تقديرا واحتراما لعطاء إنسان بقيمة الكابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي اللي شهدت حقوق رعاية النادي الأهلي في عصره قفزات عملاقة جدا. قلت لكم كانوا في الأهرام يتهموه أنه هو بيصرف فلوس الأهرام على الأهلي، وفي الأهلي يتهموه المعارضين أنه هو بيجامل الأهرام وبيديوها حقوق الأهلي، في حين أن الراجل بكل أمانة وشفافية وتوجه سليم كان مع كل عقد رعاية بياخد خطوتين ثلاثة لورا ويسيب أمين الصندوق هو اللي يشرف على أعمال المزايدة. حقق الدكتور محمود بجنيد أمين الصندوق في وقته طفرات كبيرة جدا، حقق المهندس إبراهيم المعلم في فترة إدارته لمنصب أمين الصندوق، حقق الكابتن محمود الخطيب في عهد أمانة الصندوق، كل من شغل منصب أمين صندوق النادي مع المهندس عادل القيعي مدير التسويق في كل هذه المراحل أرقام كبيرة جدا جدا في بيع حقوق بس أو حقوق رعاية النادي الأهلي. كابتن حسن حمدي هو اللي حرر سلعة مباريات الكورة. فاكرين حضراتكم في 2008 لما بدأت قناة الأهلي وتعرض الكابتن حسن حمدي ومجلس إدارة النادي للرجم الإعلامي الفظيع، قنوات خصصت نفسها ومذيعين فرغوا وقتهم كله لرجم النادي الأهلي والكابتن حسن حمدي ومجلس إدارة النادي الأهلي علشان جه ياخد الكيكة اللي قدامهم، عشان قال لهم مباريات الدوري حق للنادي، الماتشات بتاعتي بتاعتي أنا اللي من حقي أخد عوائدها. طبعا اتعملت ساعتها ورشة مع خبراء التسويق من الدوري الإنجليزي، هم اللي شهدوا إنه فعلا دي حقوق تملكها الأندية أعضاء المسابقة. النهارده كل الأندية بتنعم في عوائد بيع حقوق البث التلفزيوني لمبارياتها، وهي بتنعم بكل هذه الأموال. عليها أن تتذكر الدور اللي خاضه النادي الأهلي، المجهود اللي بذله الكابتن حسن حمدي ومجلس إدارته، التعب الكبير اللي تحملوه والضغط الكبير اللي تحملوه من كل هؤلاء من أجل تحرير هذه السلعة. عشان كده بعد كل هذه السنوات أعتقد كان التقدير مهم جدا من الأهرام، وكانت لحظة وفاء لرجل لم يعرف عنه إلا صدق الولاء والانتماء والعطاء بكل إخلاص للأهرام والأهلي. كابتن حسن حمدي له مننا كل التحية والتقدير والتوقير. نسمع كلمته في ليلة الوفاء بعطاء وزير الدفاع عن النادي الأهلي ووزير مالية الأهرام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام،
السيد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أستاذ محمد شبانة عضو مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، السادة والسيدات الحضور. الحقيقة يعني أنا بشكر كل واحد جه النهاردة، والحقيقة أنا مش عارف أقول إيه بعد اللي سمعته ده كله، لكن أنا بعتز بالوقوف أمامكم لأنال تكريم مؤسسة الأهرام التي قضيت فيها أكثر من 36 عاما، كانت أجمل وأهم سنوات العمر. أنا سعيد جدا لما قدموا لي الأهرام وما قدمت لهم، وبكل معاويني والمساندة التي حصلت عليها داخل المؤسسة. يتم تغيير شكل ومفهوم الإعلانات والتسويق الإعلاني في مصر على يد وكالة الأهرام للإعلان وإعلانات الأهرام. أحيانا لازم أعترف بالفضل لبدايتي داخل الأهرام وقيادات اللي وقفت جنبي تسندني داخل الأهرام، على رأسهم المرحوم أستاذ إبراهيم نافع. بشكر كل الناس اللي تعاونوا معايا علشان نوصل للأهرام لقمة، أو وكالة الأهرام للإعلان لقمة الإعلانات في المنطقة العربية، وبالتالي يوصل بالأهرام لأقوى قوة إعلانية وتحريرية على مستوى الشرق الأوسط كله وعلى مستوى أفريقيا. يسعدني أيضا بهذه المناسبة أن ابتدى التسويق الرياضي بدايته في وكالة الأهرام للإعلان، وتطور وأصبح مش عارف أعبر إزاي، لكن أصبح إحدى السمات المميزة للتسويق بمفهومه الحديث والخاص بالرياضة في مصر والرياضة في العالم. كل دوت كان السبب الأساسي بتاعه هو مؤسسة الأهرام اللي إحدى إدارتها وكالة الأهرام للإعلان وإعلانات الأهرام. الحقيقة مشوار داخل الأهرام مشوار طويل ما يقرب من 37-36 سنة، قابلت فيه أو لقيت فيه كل حاجة حلوة، حب زملاتي داخل الأهرام وحبي وتفانيهم معايا للأهرام كأهرام وكمؤسسة، وهو ده سبب نجاحنا ونجاح مؤسسة الأهرام إعلانيا على مدار هذه السنة. شكرا، مش عارف أعبر أكثر من ذلك، شكرا لحضوركم جدا وتشرفكم جدا، وانتم شرفتوني النهارده، وانا سعيد ان انا الاقي هذا الكم من الناس وشخصيات مختلفة من جميع الفئات. بشكر مؤسسة الأهرام، بشكر مجلة الأهرام او الأهرام الرياضي، وبشكركم جميعا، شكرا. احنا كمان بنشكرك يا كابتن حسن على كل ما اعطيته من فكر ووقت وصحة ومجهود في سبيل تطوير فكر التسويق الرياضي، لأنه الحقيقة لا ينكر أحد دور الأهرام الرائد في عملية التسويق الرياضي ورعاية الأحداث الرياضية. أخبار اليوم كانت السابقة في أن هي تجيب منتخب البرازيل بقيادة بيليه، لكن فيما يخص التسويق الرياضي في الأحداث والفعاليات الرياضية الكبيرة، الأهرام أحدث فكر مختلف وطفرة كبيرة جدا خلت الكل فعلا يساهم بهذا الشكل الكبير في تطوير منظومة كرة القدم أو الرياضة عامة. فهذا دور يذكر فيشكر فيه الكابتن حسن حمدي ووكالة الأهرام. متعك الله بكل الصحة والعافية، وأنا أعتقد لمسة وفاء مشكورة من مجلة الأهرام الرياضي بقيادة الصديق محمد شبانة،
ولحظات مش كتيرة على الكابتن حسن، لأنه أنا أعلم جيدا والكل حتى الناس اللي في الأهرام أصبحوا الكل مدركين ولا يوم من أيامك يا كابتن حسن، في ظل المعاناة اللي بتعانيها المؤسسات الصحفية في الآونة الأخيرة أدرك الجميع دور الإعلانات وقيمة الإعلانات وقيمة الفكر التسويقي الإعلاني اللي كان عند الكابتن حسن، متعه الله بالصحة والعافية. النادي الأهلي النهاردة مجلس إدارته كمان أرسل اللائحة الجديدة اللي اعتمدتها الجمعية العمومية في حضور رائع جدا. دستور النادي الأهلي اللي تم التصويت عليه واعتماده في جمعية عمومية فيها الكثير من التفاصيل والملامح والشواهد والمشاهد اللي هنناقشها مع الأستاذ حامد عز الدين، تم إرسال النهاردة مشروع اللائحة أو نتيجة تصويت الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية مصحوبا بالنموذج النهائي للائحة لنشره بإذن الله في الجريدة الرسمية وبدء العمل به فور اعتماد أو فور نشره في الجريدة الرسمية. على قدم وساق تسير الترتيبات لمباراة الغد المهمة الأهلي ووفاق سطيف 9 مساء إن شاء الله في استاد السلام. كلنا كنا بنتمنى إنه استاد السلام ما يكونش فيه موضع لقدم إلا مشغول بحضور جماهيري كبير، لكن الاجتماع الأمني التنسيقي ومصلحة البلد ويجب على الكل أنه يقدم مصلحة البلد فرضت أنه الدخول يكون فقط لأعضاء النادي. الاجتماع الأمني التنسيقي فرض هذا التوجه، العدد المحدود المسموح به هيكون لأعضاء النادي. حد يسألني طيب الجمهور؟ مؤكد ان النادي الاهلي كان يسعده وكان يهمه انه كل جمهوره يكون معاه، ومؤكد ان كلنا كنا نتمنى ان الاستاد يبقى مليان. والاتحاد الافريقي لما نقل المباراه او تحفظ على استاد برج العرب كان لانه عدد الحضور محدود ولا يسمح بمثل هذه المباريات في الادوار المتقدمه من البطوله، اسباب تسويقيه كتيره بتخليه بيطالب بحضور جماهيري بساعة أو بنسبة. كلنا شفنا دور الجمهور المؤثر مع الأهلي في المباريات الكبيرة المهمة، لكن كلنا بنقدم مصلحة البلد، فبالتالي لما يبقى في توجه أنه خلاص اللي هيحضر أعضاء النادي بكرنيه النادي ليس علينا إلا المساندة والدعم لفرقتنا، والمساندة والدعم جاية من خلال الانضباط والالتزام وان احنا نكون جنب الاهلي باستمرار. طيب حد هيقول لي او كذا حد سألني الحقيقة، الناس اللي حجزت تذاكر ودفعت فلوس من خلال السيستم، انا كنت اتمنى على المستوى الشخصي رأيي انا كصحفي قرار حضور الجمهور او حضور الاعضاء فقط كان يجب انه يكون قرار سابق علشان الناس ما تحجزش تذاكر بالسيستم، الناس ما تدفعش فلوس وما تاخدش تذكرة، لكن اقتضت الضرورة الأمنية وفي كل الظروف وفي كل البلدان حتى الدول المتقدمة الظروف الأمنية بتفرض نفسها، الجهات الأمنية بقى عندها معلومة مش متوفرة لدى العامة، فبالتالي ليس على كل من يرعى مصلحة هذا الوطن إلا الاستجابة للمصلحة العامة، خاصة المصلحة الأمنية لهدفها بترخم على الجمهور ولا بتغلس عليه ولا بتسجل عليه واحدة، هدفها الحفاظ على أمن وسلامة هذا الجمهور. وهذه المسؤولية تجاه الجماهير لو كانوا القائمين على مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد الحادثة اللي ربنا ما يعيدها، لو كان عندهم هذا التوجه وهذا الحرص وهذا الخوف إن أنا شايف في نار مشتعلة بين جماهير مع بعضيها، لو تم تأجيل المباراة أو منع حضور جماهير الأهلي من القاهرة لربما ما كانتش حصل اللي حصل، لكن الضرورة الأمنية بتفرض وفقا لمعلومات لا تتوفر للجماهير. احنا بنحب الأهلي، نساند الأهلي، نعديها علشان عودة الجماهير للمدرجات ما يحصل لهاش تراجع، الظرف الحالي لا يسمح. خلاص أنا شخصيا كنت أتمنى إنه ده يكون خطوة سابقة قبل ما الناس
تبادر بحجز التذاكر من خلال السيستم ودفع فلوس، واعضاء النادي من المحبين او المهتمين بحضور الماتشات تبقى عندهم الفرصه متاحه ان يدبر ظروفه ويرتب وقته وشغله ان يروح الاستاد يوم الثلاث بكره. لكن اما وانه الضروره الامنيه الملحه اقتضت ده، في اجتماع التنسيق الامني اتمنى بل اثق، لانه كمان الاهلي ما بياكلش حق حد، ده مؤكد. الجماهير اللي حجزت تذاكرها من خلال السيستم اللي النادي اعلن عنه واللي اعتادوا دفع الفلوس من خلاله، حقوق المؤكد انها تبقى محفوظه، لا خلاف لا خلاف، سواء باسترداد القيمه الماليه اللي دفعوها او بحفظ فرصهم في حضور المباراه النهائيه باذن الله تعالى في البطوله الافريقيه. ويمكن تبقى المصلحه بدل ما كنت هتتفرج على السيمي فاينل، ان شاء الله تعالى ان شاء الله الاهلي يعدي ويلعب فاينل وتحضر المباراه النهائيه باذن الله. كل الامنيات ان احنا نتكاتف كلنا، ان احنا نتذكر اللي هيروح الاستاد المره دي او بعد كده باستمرار يتذكر ان دي رياضه. الهتافات المسيئه والسلوكيات المشاغبه وحتى المعاملات، لان احنا كتير لما اتكلمنا على انه عايزين الجمهور يلتزم وينضبط، وزي ما بنطالبه انه ينضبط ويلتزم في المدرج وانه لا يرتكب اي اعمال خارجه ولا اي سلوكيات غير رياضيه، كنا بنطالب بحق هذا المشجع في ان يعامل المعامله الكريمه اللائقه على بوابات الدخول. والامور مشيت بشكل كويس، واذا كان في ظرف حتم ده في المباراه القادمه زي ما قلت لكم، نتمنى ان شاء الله ان احنا نتجاوز هذه المرحله ونتجاوز هذا الدور. الاهلي باذن الله تعالى مع الوفاء هيكون فاء ويتاهل باذن الله. هنطلع لفاصل، طولنا على حضراتكم قبل ما نطلعه، وبعد الفاصل نناقش كل هذه المواضيع والمضامين المهمه مع الكاتب الصحفي والقامة الأهلوية والإعلامية والكاتب الموسوعي حامد عز الدين بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. استعرضنا كل الأطباق الخفيفة في هذه المائدة العامرة الليلة بنقاش نظن سيكون ساخنا، وكيف لا، ومعنا ومعكم الكاتب الصحفي الموسوعي الأستاذ حامد عز الدين. أستاذ حامد أهلا بيك. أهلا بيك يا أبا خليل. يا أهلا بيك شريكا وغيورا على الأهلي. شريكا هذا يشرفني، وغيورا على الأهلي فهذه لو كانت فهي أعظم صفة يمكن أن تطلق علي. صحيح، بنعزيك ونعزي أنفسنا ونعزي كل الأهلوية المحبين للنادي، بل كل المحبين لفن كرة القدم في رحيل الكابتن صفوت عبد الحليم. مجلس إدارة النادي الأهلي في بيان له ينعي مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن والأسى صفوت عبد الحليم نجم مصر والأهلي الأسبق الذي وافته المنية مساء اليوم. وتمنى مسؤول الأهلي أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. كابتن محمود الخطيب حرص، ومعه العمري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، والكابتن إكرامي نجم الأهلي السابق وزميل الكابتن صفوت، والكابتن مصطفى عبده وشطة وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق على التواجد كأول الحضور في تشييع جنازة الفقيد الكبير، كما حضر أيضا في مقدمة المعزيين الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي السابق. صفوت عبد الحليم محمد 9 أكتوبر 51 الميلاد في الشرابية في القاهرة، متزوج ولديه بسنت 21 سنة وعمر 18 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة عام 82. بدأ صفوت عبد الحليم مشواره الكروي مع الناشئين عام 63، لم يكن قد تجاوز 11 من عمره، لعب أول مباراة رسمية أمام منتخب الجيش العراقي يوم 12 إبريل 68، فاز وقتها الأهلي 1-0 بهدف محمدين من ضربة جزاء،
أول مباراة رسمية له في بطولة الدوري كانت عام 72 أمام نادي الطيران وفاز الأهلي 3-0. ممكن نشوف أهدافها النهاردة. حقق صفوة عبد الحليم 10 بطولات مع الأهلي، 7 دوري عام، 3 كاس مصر وبطولات الدوري مواسم 74-75 و75-76 و76-77 و78-79 و79-80 و80-81 و81-82 وحصل على كاس مصر مرتين 78 و81 واحتفظ بها الأهلي عام 82 بسبب إلغائها. حصل المايسترو الصغير صفوة عبد الحليم على لقب أحسن لاعب في مصر 75-76 و77-78. كان من الممكن ينهي حياته دون أن يحصل على إنذار واحد، لكن في مباراة شهيرة للأهلي مع الاتحاد موسم 76-77 تسببت في حصوله عليه رحمة الله على الإنذار الوحيد طوال مشواره، لما اعترض بشكل مهذب على الكابتن محمود عثمان لاحتسابه هدف غير صحيح، هدف شهير جدا لطارق الجلاد لاعب الاتحاد، لعب فولي في كرة القدم، طلع بقفزة عالية وبيده راح ضرب الكرة بيده في المرمى، احتسبها الكابتن محمود عثمان بغرابة شديدة. لازلت فاكر مشهد المباراة، وأظن فتح مبروك ساعتها قلع الفانيلا من توتره وغضبه، وصفوت اعترض فخد انذار. ده الانذار الوحيد للكابتن صفوت عليه رحمة الله، لدرجة ان هي دفعت الكابتن عزت أبو الروس مدير الكرة وقتها انه يديله مكافأة خاصة قيمتها 50 جنيها بعد ما كان لعب هذه المباراة الرائعة امام الاتحاد اللي شهدت هذا الهدف الغريب. استاذ حامد بقى لله. إن لله وإنا إليه راجعون. كان الكابتن صفوت عبد الحليم نجما هادئ التوهج، كان في طبيعته الشخصية شديد الهدوء، صوته يصعب إنك أنت تسمعه حتى وهو في مهنة، يعني عندما اتجه إلى التدريب وكان واحد من أفضل العيون اللي بتساعد الأهلي في اكتشاف العديد من المواهب، لكنه كان من هؤلاء خفيضي الصوت جدا. صحيح. على رغم أنه تفاصيل وفاته في حادث الحريق في المنزل يعني أثرت فيا جدا، لكني فكرت فيها من جهة أخرى. فكيف مات صفوت عبد الحليم؟ فهي ميتة شهيد. ميتة شهيد. صحيح. رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وكذلك جماهير الأهلي التي طالما تتغنت بصفوت عبد الحليم الذي كان يفعل في كرة القدم الأعاجيب التي تبهر زملائه قبل أن تبهر الجماهير. صحيح. أنا أتذكر كانت مباراة بين الأهلي والزمالك، وكان هديكوتي كان هو المدير الفني للأهلي، ولعب صفوت في غير مكانه ناحية الجناح اليمين في أول 5 دقائق، فلعب مطرح مصطفى عبده، فكان سبب في أن يهدف مصطفى عبده في مرمى الزمالك. يعني لعب بلاي ميكر، في لعيب في نص الملعب، راجل بلا يعني لم يكن معروفا بجهد كبير ولا بسرعة ولا كذا، فطلب منه ديكوتي أن يلعب أول 10 دقائق فقط ناحية اليمين، فصنع كل المطلوب منه. الأهلي فاز بهذه المباراة على فكرة بهدفين، والهدف الأول صناعة صفوت من جهة الجناح اليمين وبرأس مصطفى عبده. صفوت كان يعني هناك نجوم هدوءهم بيأثر سلبا على نجوميتهم وعلى جماهيريتهم. صحيح. فهكذا كان هو سواء كان في الملعب أو خارج الملعب، لاعبا أو مدربا. الله سبحانه وتعالى ربما يعني يوفر له شيئا أعظم في الحياة الأخرى. وأنت تنعي كابتن صفوت عبد الحليم. معنا على الهاتف المهندس عدلي القيعي، أولا عشان نطمئن عليه وعشان
يعبر عن نعيه للكابتن صفوت عبد الحليم واسرته. باشمهندس اهلا بيك. اهلا بيك عزيز ابراهيم. اهلا وسهلا بيك والف سلام عليك. وتحياتي لاخونا العظيم حامد عيد. شاغل كرسيك اليوم. ما انا بكلمك بطريقته بقى. انا بكلمك بطريقته. لا قلها له بشكل اكثر وضوحا يا ايقونه. انا الان متدبس في ان احاول ان احل محلك. يا استاذ حامد ده من حظ المشاهد ان يعني تقتضي الظروف ان ما تمكنش من الحضور عشان نستمتع برضو بعين ثاقبة بتحب الاهلي وتقدر تقول اللي ما نقدرش نقوله احنا باذن الله. بمناسبة العين الف سلامة على عينك بقى، وكان نفسنا تيجي توريهم العين الحمراء بقى النهاردة. حمراء بجد. لا دي حمراء قوي النهاردة. الف سلامة. التهبت قوي وانا كنت حتى انت مكلمني الساعه 3 قلت لك كنا بنرتب الحلقه. صحيح. الف سلامه يا باشمهندس. يعني ربنا يسهل. اخشى يا باشمهندس انا اخشى ان الحلقه الجميله اللي اتعملت من ملك وكتابه على من داخل النادي الاهلي الرائع الجميل في اليوم التاريخي في التصويت الجمعية العمومية على لائحة النظام الأساسي تكون عين الحاسدين هي التي أثرت فيك، وإن شاء الله إن شاء الله تعود لنا بألف سلامة. يمكن المجهود اللي اتعمل يوميها والصبح بالليل وتعرض للأتربة ربما يكون له تأثير، لكن هيحسدون على إيه؟ المهم يعني لا يحسدوك على أنك أهلاوي. لا يبقى كلنا محسودين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اتفضل يا باشمهندس. بالنسبة للراحل الجميل العظيم الحقيقي الموهوب الفنان الذي له مذاق لا يتكرر. يعني في لعيبة تقدر تقول مين أحسن لعيب، مين أحسن لعيب، ممكن في لعيبة هايلة جدا وهي تستحق لقب أحسن لاعب ولكنها نماذج يمكن تكرارها. كابتن صفوت ما تقدرش تشوف ابطا واسرع لاعب في نفس الوقت. كابتن صفوت ما كانش سريع العد، ودي حاجه تخلي اي واحد ما يلعبش كوره، ولكن كان سريع التفكير وسريع التفكير والتنفيذ. صحيح. يعني كنت تعدله واحد اثنين تلاقي الكوره سرو باس ما يمشيش بالكوره ابدا. غيره كان من اصحاب العدو السريع والفكر البطيء، مثلا 6-7 عدات قبل ما يخلص من الكوره. زائد انه عنده مهاره ذهنيه ما شفتهاش. كنت اروح الماتشات صدقني. يعني احنا كنا مجموعه مع كان زميلي رحمه الله عليه مختار اباظه، وكان احيان كثيره يحضر معانا محرم الراغب. كنا نروح في المدرج الدرجه الثانيه ونجيب السميت عشان نستمتع بصفوه عبد الحليم. وهقول لك سر ان يمكن اللي شد الكابتن صالح سليم ان يتولى مشرفا على كره القدم وهو كان بعيدا خالص عن الحته دي. قلت له ما تيجي يا كابتن افرجك على فرقه فيها 3-4 لعيبه مدهشين جدا. فطبعا عجبوه، فوجئت انه بيروح يتابعهم في ماتشاتهم. وجالي يوم قال لي انا اتفرجت على ولد ساحر اسمه صفوت عبد الحليم، كان ماتش قدام نادي النصر جاب 6 جوان غلبناهم 6-1. قال لي عمل كل ما يمكن ان يعمل في كره القدم. ولو لقى الجيل ده حد يعني يقوده اداريا ويعلمه الحاجات ازاي يكون لاعب عنده كرامه وياخد حقه من غير ما يطلبه ويدي النادي الاهلي حقه من غير ما يضغط عليه. قلت له والله ما في غيرك يعملها. المهم بعد شهر فوجئت بقبول الكابتن صالح ان يكون مشرفا على كره القدم ويتولى جيل التلامذه، وكان معاه بقى طبعا مواهب صاعده كابتن زيزو، وبعدين انضم اليهم الكابتن خطيب ومصطفى عبده، وكان سمير حسن، وكان كان مجموعه يعني مش عايز انسى حد، لكن كان صفوت صاحب مذاق لا يتكرر.
وكنا مره بنلعب بعد كاس العالم تونس غلبتنا فيه بتصفياته 4-1 وراحت بدلنا في الماتش الفاصل، وكان تونس منتشيه جدا بفوزها على مصر، وراحت عملت كاس عالم رائع جدا اظن كان 78. وبعدين انا كان حظي ان اول فريق يروح بعد كاس العالم يلعب ماتشات وديه في تونس، وكان ضد النادي الصفاقسي والنجم الساحلي. ففي مباراه النجم الصفاقسي كابتن صفوت عبد الحليم غير مفاهيم الناس، كاب ثلاث سيروهات والكابتن طاهر الشيخ يجيب ثلاث اهداف نكسب 3-0، لكن اهات الجماهير كانت كل ما توصل الكوره لصفوت يعني الاهات تنطلق. عمل مباراه تاريخيه. صفوت رحمه الله عليه كان حظه قليل في الدنيا، معظم حياته قضاها مريض عنده جلطه وشبه قعيد، ابعدته عن معشوق كره القدم اللي كان يعني بيشغل قبل الجلطه على طول، كان بيشغل مديرا فنيا ومستشارا لقطاع الناشئين، وظل حتى ليله وفاته في هذا المنصب، واحتفظ به النادي الاهلي في هذا المكان لاخر دقيقه تقديرا له. ولا تاتي الميته العجيبه جدا الغريبه جدا ان كل واحد في الشقه ويحصل ماس وتحترق الشقه بما فيها منهم رحمه الله عليه ليموت شهيدا. رحمه الله على كابتن صفوت. وان كان الحلقه عندك النهارده كمان غنيه جدا جدا جدا، ولكن انا سمعتك وسمعت الانترو الموفق بتاعك، وانت ضيفك كفيلان بانكم تجيبوا النادي الاهلي وتحطوا الامور في النصابه باذن الله. شكرا جزيلا للصديق العزيز والشريك الدائم المهندس عادل القيعي، والف رحمه ونور على روح الكابتن صفوت. ونشوف في هذا التقرير الصوتي اللي كانت اعدته قناه الاهلي من قبل وبثته من تقريبا من سنتين استعراض لمسيره حياه صفوت عبد الحليم. صفوت عبد الحليم أو المايسترو الصغير كما أطلق عليه عشاق الكرة الأهلوية، شبهه كثيرون بالمايسترو صالح سليم لأن له لمسات ساحرة ومراوغات رائعة وتمريرات قاتلة. من مواليد أكتوبر عام 1951 انضم للنادي الأهلي عام 1966، بدأ حياته الكروية في مدرسة الظاهر الإعدادية ليصطحبه ابن ناظر المدرسة إلى اختبارات النادي الأهلي، مع أول لمسة للكرة استدعاه الراحل الكابتن محمود الجهري، وكان حين ذاك يعمل بقطاع الناشئين، وطالبه باستقدام الأوراق الخاصة به ليتم قيده في صفوف الناشئين تحت 16 سنة الذي كان يدربه الكابتن مصطفى حسين. موسم 1968 كانت مباراة الأهلي أمام الزمالك في الناشئين، وفاز الأهلي وقتها ب3-0، وحرص الكابتن عبدو صالح الوحش مدرب الفريق الأول على مشاهدة هذه المباراة ليتم تصعيد عبد الحليم للتدريب مع الفريق الأول بعدها، ليتواجد برفقة نجوم كبار أمثال الشيخ طه إسماعيل، ميم الشربيني، مروان كنفاني، ليشارك مع الأهلي في أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأول أمام الجيش العراقي يوم 2 إبريل عام 1968. ورغم تألق عبد الحليم مع الأهلي إلا أنه لم ينضم للمنتخب الأول كثيرا، وشارك معهم في مبارتين فقط، والغريب أن المرتين كانتا أمام ألمانيا. عام 1982 أعلن صفوت عبد الحليم اعتزاله كرة القدم محققا 8 بطولات للدوري
وثلاث بطولات لكأس مصر، ليتجه بعدها للعمل في قطاع الناشئين في الأهلي لمدة 15 سنة، ومدرب عام في الفترة التي تولى فيها الكابتن عبد صالح الوحش رئاسة الأهلي عام 1990. عام 1991 سافر إلى السعودية مساعدا لمحسن صالح في الفريق الأول لنادي الوحدة بجانب تدريب الناشئين، ثم عاد مجددا للأهلي حتى عام 2005، ليظل عبد الحليم أحد العلامات البارزة في تاريخ النادي الأهلي. لما تسأل الكابتن حسن حمدي من فترة، يمكن من أكتر من كام سنة، عن اللاعب اللي شافه أمتع حد لعب كورة وتمنى يفضل دايما وأبدا موجود في الملاعب، نشوف الكابتن حسن وقتها اختار مين. هل في لاعب لسه عالق في ذهن الكابتن حسن حمدي في تاريخ مصر أكتر لاعب؟ صفوة محمد. شايف إنه أحسن لاعب في تاريخ مصر؟ أسهل لاعبين لابس كورة في حياتي كان يعني ميسي موجود وهذه اللمسات العالمية، لكن صفوت كان من أحلى الناس اللي تتفرج على لمسات الكورة. صفوت الله. شوف يا أستاذ حامد، كابتن حسن يقول لك في حياتي شفت ميسي وشفت ناس، لكن أحسن حد لمس الكورة أو لعب السهلة قوي صفوت عبد الحليم. ما انا بقول لك كان نجم جدا، لكنه كان هادئ في سطوعه. هو كان في الملعب كده يعني، هو كان في الملعب. انا طبعا عجوز عنك شويتين صغيرين، انا اتفرجت عليه كويس قوي. ففاكره كويس يعني طبعا. طيب كابتن صفوت عبد الحليم كان حظه من الاعلام قليل وهو بيلعب، ده طبيعه الحال في السبعينات، وهو اعتزل مطلع الثمانينات، فما أخدش الفرصة الكاملة للشوء الإعلامي اللي بيعيشه نجوم هذا العصر. لكن كمان من زبدة سنوات كان استضافته قناة دريم، وتحدث الكابتن صفوت عبد الحليم عن مشواره ولماذا ينساه الإعلام وظروفه. نفكر حضراتكم بكلمات الراحل صفوت عبد الحليم. لا خير بيأثر في دلوقتي، خلاص بقى كل واحد بقى مشغول وبتاع كده. مصادر دخلك من فين؟ مصادر دخلك؟ انا بشارك من الاهلي، مشرف على قطاع المدرسه اللي هي بتيجي بفلوس، فباخد راتب في الشهر يعني. ده من الراتب الاساسي بتاع الاهلي ومريحني الحمد لله. هو النادي الاهلي كده كده مش يعني مش حوار اهتمام، هو كده كده بابا يعتبر لسه بيشتغل جوه النادي، فهو كل حاجته تبع النادي، سواء مرتبه او سواء مثلا الانشورنس بتاعته، التامينات، كل حاجه. وزاره الشباب ده كده مش مستنيين منهم حاجه، هو يعني مش عارف زي ما بابا قال كده حد يسال عليه خالص. جلسه وده يعني لبوت بلاك لعب، خدت 6 دوري عام، وخدت جمهور غاز مصر ماشي 4 تن. وفي رسالة أقول لهم بس يحاولوا يشوفوا ويسألوا على الناس اللي هي اللعيبة القديمة، يشوفوهم كده بس مش أكتر. وزارة الشباب تسأل علينا بس، أنا شد أقول لهم أقول لهم بسرعة علي. كابتن صفوت يمكن هنا كانت مراحل مرضه شوية، وكان بعض القنوات حاولت تلوم الاهلي على انه هو لا يرعاه، فلما سئل في وقتها عن مصادر دخلك وحياتك قال لهم النادي الاهلي. النادي الاهلي فقط. قال لهم بس النادي الاهلي فقط. ما هو زي ما وضح كمان المهندس عادل القيعي. ايوه. انه النادي الاهلي ظل محتفظا للكابتن صفوت عبد الحليم بموقعه كمستشار فني لقطاع الناشئين حتى اخر دقيقه في عمره. هو ده اللي هو قاله، الله يرحمه، قاله ابنه وما سئل عن وزارة الشباب والرياضة، فالابن قال هو ساعات بيسألوا عليا بس، لكن النادي الأهلي هو لأنه ده النادي الأهلي. النادي الأهلي لا ينسى أولاده. كابتن صفوت كمان سئل عن
اغرب موقف كان له في مباراه الاهلي والاتحاد نفكر حضراتكم ايه وقتها؟ مره كنت لعبوا نادي الاتحاد السكندري في اسكندريه. ايه اللي حصل يا كابتن؟ ده كان يوم كان بلا ربنا يعني. من يوميها بالليل المطره مطرت جامد. كنا بنسافر بنسافر ساعتها بالقطر مش عربيه يعني. مفيش حاجه اسمها اتوبيس سياحي وبتاع. فمن بالليل المطره كانت في نوه في اسكندريه فقعدت تمطر من بالليل لغايه ثاني يوم الظهر. وانتوا ماتشاتكم كلها الساعه 3؟ الساعه 3. فراح فتح السير كان مساعد هيدوكوتي جه راح الملعب وجه كانت الحته اللي قدام الجول مليانه ميه. كانت فتح السير كان مساعد هيدوكوتي في ذات الوقت. ده كان صغير قوي يا كابتن ساعتها صح؟ سنه 77 حاجه زي كده. بالتالي كان صغير في السن. هو دلوقتي كابتن فتحي طبعا هو مدير الفني لاتحاد الكره المصري. فجه قال الماتش مش هيتلعب. قال لكم كده خلاص؟ الساعه 11 جه جالكوا قال له مفيش مفيش الساعه 12 11 قال الماتش مش هيتلعب. فخلاص بقى عملتوا ايه انتوا؟ بقى هيدوكوتي قال خلاص مش لازم ياكلوا دلوقتي ياكلوا الساعه 12 وبعت ناس تحجز السينما من 3 ل 6 ان انتوا ترفعوا عن نفسيكوا شويه. خلاص ما لا ما هتقعد طول اليوم تعمل ايه؟ فاكر كنت هتخشوا فيلم ايه يا كابتن ولا مش؟ لا كان فيلم عربي ولا اجنبي؟ لا اجنبي يعني. تمام. فالفرقه خرجت بره مود الماتش. خلاص. الحاجه اللي اتضحك بقى لمصطفى يونس ومصطفى عبده ابتدوا يلعبوا مصارعه. كابتن مصطفى يونس والكابتن مصطفى عبده لبسوا مايوهات. لا والله. وانتوا عملتوا دايره؟ عملنا حلقه ذكر كده دايره واللعيبه تنزل. لا والله. قعدوا تسقف كلها مجموعه ضربوا بعض يعني. مين ضرب التاني طيب؟ كابتن مصطفى كان طويل. كابتن مصطفى عبده كان اطول من كابتن مصطفى. كابتن مصطفى عصب وناشف. المهم الساعه 2 الا ربع لقينا فتحي نصير جاي وش احمر ومزنهر وقال لك محمود عثمان كابتن محمود عثمان كان هو الحكم. جه وشاف قال هاجي طاره بيت رمل ورش في الحته دي وهلعب الماتش. لا والله. خلاص. الساعه 2 الا ربع ما كناش كلنا والماتش الساعه 3. حاجات ما كانت بتحصل مش منطقيه زمان. لما يبقى في قرار بالغاء المباراه لا يا خلاص تتلغي لو ما فيش قرار ما ينفعش ارجع تاني. ما اعرفش هو جاب القرار من ايه. محدش يعرف. ده كنت طبعا زرجن وقعد يلعب بالايطالي وبالمجري قعد جايبه كان ساعتها الله يرحمه فتش عبان موجود. كانت سنه كام ده يا كابتن؟ 77. كنت جايبه. كنت انت من اكبر لعيبه الفرقه اعتقد. كان حسن حمدي. كابتن حسن. قلت له هتزعق مش هتزعق الماتش هتلعب. فازاي مش هيعمل حاجه. احنا لازم الساعه دي نلحق نلم اللعيبه تاني. وقعد بقى زرجن وبيزرجن و لعبتوا الماتش؟ لعبنا الماتش كسبنا 2-1. مين اللي جاب الاجوان بقى؟ عبد العليم زكريا ومحمد عامر. اعتقد الكابتن عبد العليم زكريا نجح في انتخابات مجلس الشعب في الفيوم. نجح يعني هو وكابتن محمد عامر طبعا. وكان كابتن طارق الجلاد باين رئيس. طارق الجلاد هو اللي جاب الجول فينا بايده. بايده؟ ازاي بقى جابه ازاي بايده يا كابتن؟ طبعا ما فيش كاميرات ولا تحكيم زي دلوقتي ولا حاجه بتبين حاجه. هو 100% محمود عثمان ما شافهاش. يعني انا بقولها دلوقتي ما شافهاش. لان مش عملها كده ولا كده. ده عملها كده زي اللي بيلعب سماتش في الفولي. والمساعد الحكم ما شافهاش؟ لا مساعد الحكم شافها بس هو دبس محمود عثمان لانه كان واقف وراه جمهور الاتحاد كله. خاف من جمهور الاتحاد؟ الكابتن اللي فاكره الكابتن حسين فهمي. بس كابتن حسين معروف عنه ان هو يعني راح محمود لما اتلمينا عليه محمود عثمان ولعب الاحتجاج جامد هو حس ان حاجه غلط. لا الفرقه كلها بتعترض وهو فحس ان الفرح واخدنا ورحنا لمين؟ لحسين فهمي. قال له ايه جون دي ولا مش جون؟ فحسين فهمي ده بس قال له انت حسبتها جون انا مالي. انت جون انا مالي. فهيقول مش جون هيتقطع من جمهور الاتحاد. ألف رحمة ونور عليك يا كابتن صفوت. لكن الواقعة كانت من الوقائع الغريبة برضه في الملعب. اللي أثبتت إن الأهلي بيكسب بالحكام فعلا. لا ده في وقائع في من النوعية دي غريبة كتير. جدا. طيب في تقرير سابق أيضا بعض الجماهير اللي عصرت وعايشت واستمتعت بفن أداء الكابتن صفوت عبد الحليم نشوف كان رأيهم إيه فيه.
طبعا كابتن صفوت ملك النص، هتقول حاجة هقول لك ملك النص اللي كان مسيطر على نص الملعب في النادي الأهلي. أنا اتفرجت عليه في موشن جلادباخ وأنا قاعد على قرافيسي في عز الزحمة. أستاذ 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 بمعنى الكلمة، كان بيدير الملعب كما يريد. كابتن صفوت ده كان من الجيل الذهبي في الكوره مع جمال عبد الحميد ومع عبد العزيز عبد الشافي ومع مصطفى عبده ومع الخطيب. فكنا لما بنقعد نتفرج على 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 لعب صفوت لما كان بيغذي ومن خط النص للهجوم، كان مش عايز اقول لك رفعه واحد صفوت عبد الحليم، اثنين جمال عبد الحميد، ثلاثه مصطفى عبده، اربعه الخطيب جون، يعني ما كانش فيه اي صعوبه. فكان جيل ذهبي وجيل كوره، وكنا نتفرج ونتمتع. كان من الكباتن الناس اللي متعونا كتير، وزمن الفني الجميل كان لعيب واخلاق وراجل من الناس اللي احنا طول عمرنا بنتمتع بيه. انا شفته وحضرت له متوشه كتير. لاعب خط نص مالوش حل طبعا، اي متوشه الاهلي والزمالك صفت عبد الحليم ده احسن خط نص مصر جابته والاهلي جابه. ألف رحمة ونور على كابتن صفوت، وربنا سبحانه وتعالى يحتسبه مع الشهداء والصديقين يا رب بإذن الله تعالى. اجتماع مجلس إدارة الأهلي النهاردة بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على وفاة الكابتن صفوت، ثم انتهى بحزمة قرارات مهمة لخصها الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي في تقرير ليه. نشوف شريف فؤاد وقرارات مجلس إدارة الأهلي النهاردة. انعقد اليوم الاثنين 1 اكتوبر يعني جلسة مهمة لمجلس إدارة النادي الأهلي استمرارا لجلساته المفتوحة منذ الإعداد لائحة النظام الأساسي. اللجنة الجلسة الحقيقة بدأت بالوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على الروح الكابتن صفوت عبد الحليم نجم النادي الأهلي السابق التي فاضت روحه إلى بريئها مساء أمس وشيعت جنازته اليوم. ندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعد ذلك تم التصديق على مجلس إدارة وعلى محضر مجلس الإدارة السابق، وأيضا تم التصديق على ما يتعلق بشؤون كرة القدم ولوائحها. ثم ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي التجاوزات التي يعني تعاظمت وتمادت من البعض خلال الفترة الماضية وتمس النادي الأهلي وجماهيره. وقد تحمل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبة. تاني، تحمل النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبة بحق النادي الأهلي وجماهيره ومسؤوليه، والتزم مجلس إدارة النادي الأهلي ضبط النفس طوال هذه الفترة اتساقا مع قيمه ومبادئه، مترفعا عن الانزلاق إلى هذه الهوة المتدنية، وتاركا الفرصة للآخرين لمراجعة موقفهم، وللمعنيين بالأمر أن يتدخلوا منعا لإحداث احتقان وفتنة بين الجماهير نتيجة الاستفزازات المستمرة والممنهجة. إلا أن صبر النادي الأهلي دفع البعض للاستمرار في التجاوز إلى درجة فاقت كل الحدود ولا يمكن السكوت عليها. وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي ومسؤوليه وأعضائه. إذن قرر النادي الأهلي تشكيل لجنة قانونية من خبرات النادي للبدء فورا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي ومسؤوليه وأعضائه. أيضا تم توجيه خطاب، ده كان القرار رقم 4، توجيه خطاب لاتحاد كرة القدم، ويأتي هذا الخطاب إلحاقا للخطاب الذي أرسله النادي الأهلي سابقا لاتحاد كرة القدم بعد أزمة التحكيم في مباراة الإنتاج الحربي، حيث أكد النادي في هذا الخطاب الجديد ضرورة إسناد مبارياته إلى حكام من قارة أوروبا، حكام أوروبيين بدءا من مباراة النادي الأهلي في الدوري المقبلة، وأيضا استعجال الرد على الخطاب السابق. إذن الأهلي يطلب رسميا حكام أوروبيين لمبارياته في الدوري اعتبارا من المباراة القادمة. 5،
ناقش المجلس الخطابات الواردة من شركتي صلة التي فازت بعقد الرعاية وشركة سبورتا التي كانت مسؤولة عن الملابس، الخطابات التي وردت منهما وطلب فيها منفردين ومن طرف واحد فسخ التعاقد مع النادي الأهلي، وقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق النادي. أخيرا تم طبعا إرسال لائحة النظام الأساسي التي اعتمدتها الجمعية العمومية للنادي الأهلي بعد أن أقرها أيضا مجلس الإدارة، تم إرسال نسختين يعني في كتيب ونسختين آخرين وورد إلى اللجنة الأولمبية موقعين من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب والمدير التنفيذي محمد مرجان، وطلب النادي من اللجنة الأولمبية نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية على نفقة النادي في أقرب وقت لتدخل حيز التنفيذ الفعلي. هذا كل ما لدينا في هذا اليوم بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي. شكرا لحضراتكم، ودائما النادي الأهلي في المقدمة بعائلة الأهلي وجميع مكوناتها. أستاذ حامد، ثلاث قرارات مهمين: تشكيل لجنة قانونية لتحديد كل مسارات التحرك القانوني. لا، هو نص القرار يا أبو خليل بيقول إن اللجنة تبدأ فورا في اتخاذ الإجراءات القضائية، القانونية يعني القضائية والإدارية تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي. فالذين تجاوزوا في الفترة الأخيرة، الحقيقة دعني أبدأ بقرارات الاتحاد الأفريقي وقرارات اللجنة الأولمبية المصرية بناء على التمازج مع اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص وقائع. القرارين دول بصراحة أقرب إلى الصفعة لجهتين: الأولى هي الاتحاد المصري لكرة القدم، لأنه نادي الزمالك الشقيق هو عضو في الاتحاد المصري لكرة القدم. الاتحاد المصري لكرة القدم هو عضو في الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الإفريقي عضو في الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي عضو اللجنة الأولمبية الدولية. يعني بناء عليه أي قرار بيصدره الاتحاد الإفريقي أصبح إلزاميا وواجب التنفيذ من غير مناقشة مع الاتحاد الكرة. الجهة الأخرى الحقيقة هي الجهة المسؤولة عن الإعلام التلفزيوني في مصر، التي تركت الحبل على الغارب واكتفت ولا أدري خوفا ممن بكلام لا يودي ولا يجيب، كلام لا يودي ولا يجيب. انت لازم تاخدي قرارات، احنا دي صورة على مصر. على رأي الأخوة السودانيين الكلام الساكت يعني ازاي انا اقعد اقول والله ما يحدث، ربنا يعني ما يرضيش حد. ما ينفعش. انا عندي سلطات، عندي صلاحيات. صحيح. انا مسؤول عن الاعلام المصري، والاعلام المصري المرئي ده شيء شديد الخطورة. ان نسمح بتداول مثل هذه الالفاظ الخارجة عن كل نطاق للاخلاق وللاعراف، ازاي بيسمعوها اطفالنا؟ كيف يتم تداول هذه المشاهد أو هذه المقاطع من برامج على محطات تلفزيون مصرية الناس لا علاقة لها إن ده محطة تلفزيون حكومية أو هي محطة تلفزيون خاصة؟ لأنه الإعلام المصري مسؤول عن كل ما يبث من داخل مصر. بقت البرامج الرياضية لازم تحط لها بلس 18 الآن. أنا عندي سؤال واحد: هل هناك ترخيص لشركة اسمها بيراميدز بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟ لا يوجد، لأنه لا توجد شركة مؤسسة طبقا للقانون رقم 8. لا، أنا بتكلم على البث، أنه الموافقة على البث أنه يبقى في شركة، وأن الشركة دي تستأجر بعد أن تؤسس في هيئة الاستثمار من النايل سات مساحة قمرية عشان تبث فيها كذا، وتقدم بعدها لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي الجريد، المخطط بتاع القناة، مين اللي شغال في القناة، القناة دي هتقول إيه، ويوافقوا عليها تقوم تبث من مصر. لكن لا يوجد موافقة ولا قانون يسمح ببث قناة
بس مباشر. انا ممكن ابقى يبقى في شركه بتاعت خدمات اعلاميه بتقدم البث المباشر لمداخله تلفزيونيه لاي قناه في اي حد، ويبقى عندها ترخيص، ترخيص من السلطات المصريه بانها تبث. ما هو الفضاء المصري ما هوش مستباح للشكل ده، لكن ما يجري لا علاقه له لا بقانون ولا بمدينه ولا بنايلسات ولا اي حاجه. ده بيبث عن طريق مدينة الإنتاج الإعلامي الموجودة في الأردن، اللي هي اللي أسستها شركة الـ ART، وعلى قمر صناعي، لا هو النايل سات ولا هو العرب سات، قمر صناعي النور سات خاص، هو قريب الصلة من الباقة بتاعت النايل سات فبتشاف. لكن ما يجري بالآخر محسوب علينا، ما حدش يعرف إن دي لا تبث قانونا من مصر، هي لا تبث من مصر. ما يجري فيها هو شيء يندى له الجبين. مصر كلها تتعرض للاستهزاء والسخرية بسبب إعلام رياضي لا يرضي الله ولا يرضي الضمير ولا يرضي أي شيء. لكن نحن الذين تركنا الحبل على الغارب لهؤلاء الذين لا يجدون غضاضة في بيع الشرف والذمة والضمير عشان يتولوا مقاعد قادة الإعلام باسم مصر العظيمة. مصر أعظم بكتير بكتير جدا من اللي احنا بنشوفه في البعض من القنوات الإعلام الرياضية، واللي هي المشكلة ان هم بقتش واحدة، ما هو دي العدوى. صحيح دي العدوى. صحيح دي العدوى. الناس مش محصنة ولا يوجد ترخيص، لا توجد رخصة للإعلامي اللي بيأجر ساعتين. انا بقول لحضرتك انه نحن الآن نصدر، تم إصدار فوق الـ 180 ألف رخصة لسواق التوك توك. ليه؟ عشان نحافظ على حياة الناس. فألا يصبح المطلوب إصدار ترخيص للإعلام لكي لا يمارس الإعلام من لا يفهم فيه ومن لم يتعلمه، وهؤلاء الذين بلا أخلاق. ده بيأثر في 100 مليون مصري بشكل مباشر. صحيح. وبيؤثر على سمعة مصر العظيمة. صحيح. كلها مصر الآن تسير في طريق رائع أجده بتفاؤل كبير يعيدنا إن شاء الله إلى مرتبة متقدمة في كل شيء. لكن ما يحدث في الإعلام الحقيقة هو شيء ما يرضيش ربنا. يجب على الدولة المصرية أن تتدخل وبسرعة وفورا. ما يجري هو كارثة. طب خد بقى الكارثة ديت، انت اشرت الى انه ما حدث من قرارات تمثل صفعة لهؤلاء الساكتين في الجبلاية وفي الاعلام، وفي الاعلام اللي فرطوا في حقوقهم الطبيعية في رقابة كل ما يحدث. تصدر القرارات الاخيرة من الاتحاد الافريقي الذي هو المظلة الاعلى للاتحاد المصري لكرة القدم، وتصدر القرارات من اللجنة الأولمبية المصرية التي هي المظلة الأولمبية الجالس تحتها الاتحاد المصري لكرة القدم، بمعنى أو بمعنى أنه الاثنين يمثل الجهة الأعلى مباشرة للاتحاد المصري. وإذا بي المدير التنفيذي للاتحاد المصري المنوط بيتك تنفيذ القرارات اللي انت استقبلتها بكل هذا الاهتمام، يصف هذه القرارات الصادرة عن هاتين الجهتين الأعلى سلطة من الاتحاد المصري الذي هو مديره بأن دي شخصنة، وأن قرارات معيبة، وأن قرارات تدخل فيها الهوى. أنا فيغضب صديقك العزيز عصام السباعي مدير تحرير الأخبار غضبة واضح، ويوجه البوكس بتاعه في صحيفة الأخبار امبارح أو النهاردة: استمعت إلى تصريحات ثروة سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم حول قرارات اتحاد الكرة الإفريقي الكاف واللجنة الأولمبية، فهو يرى أن فيها شخصنة وسرعة غير مبررة، وأدعو الكاف واللجنة الأولمبية إلى دراسة متعمقة لكلامه المحترم النزيه المتجرد لوجه الله والرياضة والوطن، وبهدف مساندة الأخلاقيات الحميدة والسلوكيات القويمة، وأدعو الله أن يجعل ذلك في ملف حسناته. آه
إنها خطيئة من الخطايا. أولا، من قال إن السيد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم له أن يصرح مثل هذا التصريح ومجلس إدارة الاتحاد الذي عينه لم يجتمع ولم يتخذ قرارا؟ أنا أعتقد أن دي كان الوحيد التي يمكن أن نقبل التعامل معه هو السيد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم فقط لكي يعلق على قرارات من الاتحاد الأفريقي هو كان مشاركا فيها صحيح بصفته عضو في اللجنة التنفيذية ليها. واللي بيجري يا جماعة فاق حدود التخيل بالضبط. هذا فلتان لا يجب أن يوقفه أحد. اللي بيحصل شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي. إحنا كأننا في حارة شيخون في اللجنة الأولمبية لما تستقبل كلام مدير تنفيذي للاتحاد المصري ثم لا تغضب، يعني اتهام صريح أن قراراتها سادها الهوى وأن قراراتها تمت شخصنتها. طب هذا الاتهام في هذه القرارات من الجهة الأعلى، القانون 71 لسنة 2017 جعل اللجنة الأولمبية هي الجهة السيدة للرياضة في مصر. عندما يتم اتهام قراراتها بهذه الشخصنة وأن هي قرارات سادها الهوى، ولا يغضب المسؤول اللجنة الأولمبية؟ لو كانوا غضبوا لأنهم لم يعطوا أهمية لصاحب القول، لأنه هو ليس بصاحب رأي في هذا الموضوع، ليس من حقه. هو قاله يعني مجاملة وبحثا عن أشياء أخرى أنا لا أعرفها ولا أريد أن أعرفها. فالقصة الآن ليست في حاجات صغيرة، لا، احنا بنتكلم في الموضوع الأكبر. الموضوع الأكبر، الاتحاد المصري لكرة القدم مشغول في إيه؟ الاتحاد المصري لكرة القدم مشغول بإيه؟ مشغول بأي مصلحة؟ هل بمصلحة كرة القدم المصرية أم بغيرها؟ إن كان ذلك كذلك فليعلنها أو فليستقل، فقد ارتكب خطايا يعني يندى لها الجبين وكفى. طيب الكاف بالمناسبة بيخطر الأهلي بإيقاف شريف إكرامي مباراتين. ليه يا عمي؟ قال لك شريف إكرامي في مباراة الذهاب مع هوريا كوناكري في غينيا تطاول على فرض الإسعاف في الملعب. اللي كانوا في البعثة واللي كانوا في الملعب ما شافوش ده. كمان الأغرب منه إنه شريف جه بعديها كان في قائمة المباراة مباراة العودة. إذ فجأة تذكر مسؤول الكاف إنه شريف كان غلط في المباراة الأولانية، فبالتالي يتم إيقافه مبارتين، يعني غير مسموح ليه بالمشاركة في مبارتي وفاق سطيف ذهابا وإيابا. على إيه؟ قال ضايق عامل أو فرض الإسعاف في غينيا. من القرارات اللي استغرب لها الجهاز الفني حتى كارتيرون نفسه اندهش، لأنه كان في الملعب وشريف كان احتياطي وكان الراجل موجود جنبه، ما لاحظش ان في مشكله حصلت. جت منين الحكايه دي؟ لا احد يعلمها. المراقب كتب لسبب او لاخر، ما حدش عارف ايه مبرر ده. المراقبين بيكتبوا، واحيانا الافارقه بتكتشف ان هم بيفهموا عربي كمان. في تدريبات تاهيليه لسعد سمير وميدو جابر في استاد التتش النهارده على هامش المران، والثنائي أدى تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز، وكان عندهم إصابة في العضلة الخلفية وغاب عن المباريات الأخيرة للأهلي. بينما جونيور أجاييه نجم الأهلي بدأ مرحلة جديدة من التأهيل بعد التخلص من العكازين، نأمل بإذن الله سرعة العودة للملاعب بعد ما كان أجريت له جراحة لعلاج قطع في الرباط الداخلي للركبة. بما اننا بقى في اتحاد الكوره وغرائب الجبلايه، وليد سليمان احسن لاعب في الدوري المصري في الفتره اللي فاتت بشهاده الجميع بره المنتخب. اجير المدير الفني للمنتخب اختار النهارده 15 لاعب من لاعبي الدوري المصري ليس بينهم افضل لاعب بشهاده الكل. وكم ذا بمصر اللي اختارهم
محمد الشناوي وايمن اشرف ومحمد هاني وصلاح محسن ومروان محسن من الاهلي ومحمود جنش ومحمود حمدي والونش وطارق حامد من الزمالك وباهر المحمدي ومحمد صادق من الاسماعيلي علي جبر ومحمد حمدي من بيراميدز ومحمد ابو جبل من سموحه ومحمد محمود من وادي دجله واحمد علي من المقاولين. كان سبق للمدير الفني للمنتخب اختار 12 لاعب محترف في الخارج، محمد عواد واحمد حجازي وعمرو طاري واحمد المحمدي وعلي غزال وسام مرسي ومحمد النني وعمرو ورده ومحمد صلاح وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه واحمد حسن كوكا. ده الاختيارات الخاصه بمباراه سوازيلاند ان شاء الله، مباراتي الذهاب والعوده في الجوله الثالثه والرابعه في تصفيات كاس الامم المؤهله للنهائيات اللي هتقام في العام القادم ان شاء الله. ان بتعادل مع حرس الحدود سلبيا اليوم وتبقى الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. عندك تعليق عما سبق؟ اه طبعا، اتفضل. انا بتمنى انه لو كان يعني لو كان ممكنا توجيه استجواب للجهاز الفني وليس لمستر اجيري، لانه دي مباراته الثانيه فقط عن استبعاد وليد سليمان تحديدا. ليه؟ لانه هو الراجل انا شفته شاهد مباريات وجهازه شاهد مباريات، فانهم ما شافوش انه حاجه مصر. انا ماليش علاقه انه وليد سليمان نجم نجوم الاهلي ورائع وعظيم وكل شيء، بس انا بتكلم على مصلحه منتخب مصر. يعني كيف يكون هناك لاعب بهذا المستوى ولا يجد مكانا في التشكيله المختاره للمنتخب؟ اتمنى انه يبقى في عندنا حق للنادي الاهلي ان هو يستجوبه لمصلحه مصر، استجواب لمصلحه مصر. لماذا يستبعد وليد سليمان وهو في هذه الحال الفنية الأكثر من رائعة؟ إذن الأستاذ حامد عز الدين يطالب باستجواب لجهاز المنتخب، إزاي وليد سليمان بهذه الحالة يبقى بره المنتخب؟ لكن كلمات أخرى كثيرة جدا هنطلبها من الأستاذ حامد تعبيرا عن أزهى أيام الأهلي في السنوات الأخيرة وما حدث فيها من لحظات فخر حقيقي بالنادي الأهلي بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل طلب الأستاذ حامد عز الدين تقديم استجواب فني إلى الجهاز الفني للمنتخب، إزاي تستبعد لاعب بحالة وليد سليمان من اختيارات 15 لاعب في المنتخب. 15 لاعب ليس من بينهم أفضل لاعب، ده مش رأيي، لكن الزملاء في الإعداد الحقيقة أقاموا الدليل مع الأستاذ حامد على الجهاز الفني ثلاث مرات. الأولى في رأي حسين ياسر محمدي نجم الكرة القطرية واللاعب المحترف السابق في الأهلي وفي الزمالك، كان له رأي في قناة LTC عن أفضل لاعب في مصر دلوقتي. طيب ما جبناش حاجه من عندنا. انا سمعت كمان زبير بيا كان سمعت موجود. لوحدك؟ طب ما نسمعه كلنا مع بعض. يا ريت نسمع زبير بيا النجم التونسي الكبير في قناه ابو ظبي بعد المباراه السابقه للاهلي مع النجم اللبناني، كيف يرى النجم التونسي وليد سليمان؟ وليد يستحق الاشاده والزملاء في الاعداد يستحقوا الاشاده ان هم سريعا اقاموا معاك الدليل على أجيري. مش بس الرأي التونسي ولا رأي حسين ياسر محمدي، كمان الرأي الإعلامي أو الرأي النقدي في مصر لما يكون رأي في حجم وقيمة الدكتور طارق الأدور من المهم أن احنا نقف عنده. كتب الدكتور طارق الأدور في الجمهورية مقالة بعنوان وليد اشترى الحب لا المال، ومقالة مهمة جدا بيقول ما فعله جمهور الأهلي مع وليد سليمان نجم الفريق عند خروجه من الملعب في لقاء الحرية الغيني يعبر عن المكانة التي وصل إليها اللاعب من حب وعشق في قلوب الجماهير التي لا تعترف بالمراوغة والكذب، ويدخل قلبها فقط من يؤدي عمله الكروي بإخلاص وتفان ولا يساوم ناديه وقت الضيق ويعطي كل العطاء قبل أن ينتظر المقابل. فالتاريخ يسجل دائما اللاعبين الذين يعشقهم الجمهور من القلب، لأن تلك الجماهير هي دائما الميزان الحساس
الذي يقاس به العطاء، والمثال على ذلك أو على تلك المكانة التي صنعتها تلك الجماهير لبعض اللاعبين الذين أعطوا للكرة المصرية أمثال الخطيب وحسن شحاتة وأبو تريكة وحسن الشاذلي ومصطفى رياض وغيرهم ممن لم يضعوا شروطا لأنديتهم، وكانوا دائما يعملون في صمت، لم يضعوا الحسابات والمال شرطا للعطاء، فمنحهم هذا الجمهور الحب الذي لا يقدر بمال. ويقول طارق الأدور: أعود إلى وليد سليمان الذي سألت عنه بعض الجماهير خلال بعض المباريات، فقال الأغلبية إنهم يعشقون هذا اللاعب لأنه يعتبر بالنسبة لهم في عصر سادت فيه المادة رمزا للعطاء دون الالتفات للمادة، وأنه عاش منذ انتقاله للأهلي موسم 2011-2012 قصة من العشق للفانيلا مثل ما حدث لعظماء الكرة السابق ذكرهم والذين اتصفوا بتلك الصفة الرائعة. وليد سليمان، ويمضي الأستاذ دكتور طارق الأدور، سجل الهدف الأول في مباراته ويتحدث عن قدراته الفنية إلى أن يختتم مقالته المنصفة لوليد سليمان: عندما جاء موعد التجديد لوليد سليمان لم يصرح ولم يفاوض ولم يتردد في التوقيع على بياض، لأنه كان أذكى من الكثير من اللاعبين، لأنه اشترى الحب الأكثر ممن اشترى المال، فكافأه الجمهور ووضعه في قلبه في سجل العظماء. الحقيقة أن النهاردة وأنا في طريقي للقناة كان في برنامج أنا سمعته الحقيقة في الإذاعة، بس سمعت المذيع في الآخر بيقول إن إحنا كمان كنا على التلفزيون، كان مستضيف واحد من النجوم اللي لعبوا للنادي الأهلي وسبق لعبهم للأهلي، إنه كان في الزمالك اللاعب الجميل معتز إينو. فمعتز إينو كان يتحدث في نفس النقاط التي يتحدث فيها الدكتور طارق الأدور. هو قال أولا: أنا أهلاوي وأفضل سنوات عمري 5 سنوات عشتها في النادي الأهلي، وعندما النادي الأهلي طلبني كان عندي شرط واحد بعد ما اتفقنا على كل حاجة، إن التوقيع يكون في بيت الكابتن محمود الخطيب. وبالفعل رحنا ووقعت الأوراق هناك في بيت الكابتن محمود الخطيب، وبيبدأ يتكلم على من يحبه جمهور الأهلي، تأكد أن جمهور الأهلي على حق. من يحبه جمهور الأهلي، وبيدي أمثلة بحسام عاشور طبعا وبوليد سليمان، وقال: أنا أعظم أشياء في حياتي الكروية كانت أنه الجمهور حبني. الجمهور صحيح. حبني رغم أن أنا جاي من النادي المنافس، لكن هم حسوا لأنه قال بعظمة لسانه: أنا قبل أن ألعب للزمالك أنا كنت أهلاوي. أهلاوي. فقصة وليد سليمان دي محتاجة وقفة. أنا أريد أنه حد يجاوبني، بلاش استجواب، لأن الاستجواب ده أغلظ الأدوات البرلمانية. خلينا في سؤال فني، لماذا؟ بس في حاجة يعني، هل الراجل احنا شايفينه مع بعض والناس كلها شافته معنا عامل مباريات من أعظم المباريات بدنيا فنيا، يعني ما نقدرش نتناقش، يعني الموضوع غير خاضع للنقاش، لكن بدنيا راجل بيعمل جهد غير طبيعي، شايل الفريق النادي الأهلي دفاع وهجوم ووسط كل شيء. ما هو يعني المطلوب أكتر؟ يبقى يعني سمة في لاعب حتى يضمن دخول الجنة. إذن هو الحاوي وليد سليمان، أو زي ما فريق الإعداد قال لنا: خاتم سليمان في إيديه. فعلا الأهلي دائما وأبدا مرزق إنه يكون عنده في كل جيل لعيبة بمثابة الأيقونة الحقيقية، اللي دايما وأبدا حفاظها على قيمة الأهلي وحب الأهلي ومكانة الأهلي وارتباطها مع جمهور الأهلي بهذا الرباط الوثيق والأمين، يخلي دايما وأبدا القيمة باقية، ويخلي دايما وأبدا النموذج الناصع عايش، ويخلي دايما وأبدا حتى في ظل تهافت الكثيرين على المال والإغراءات وتتخطفهم الأندية الأخرى، يطلع حد من وسطهم كلهم يفكرهم: الأهلي وكفى.
فيمضي على بياضه. والناس كانت بتستغرب حتى من جملة على بياضه. انا الحقيقة سألت المهندس عادلي فيها اكتر من مرة، قال لي لا في كتير بيعمل كده، نتكلم فما نتفقش فيقول لك خلاص هات يا سيدي القلم انا همضي لك وقرروا اللي انتوا عايزينه. ده ما بيجيش الا عن ثقة، ما بيجيش الا عن ثقة كاملة في انه هذه ادارة لن تبخس هؤلاء اللاعبين حقوقهم على الاطلاق. ممكن هو يكون بيتفاوض على رقم فيبص بعد ما يمضي على بياض يلاقي الإدارة حطاله ضعف هذا الرقم اللي هو كان بيتفاوض عليه، فقط تقديرا لقيمته. لأنه اللعب للأهلي غير، أنت عايز لاعب يبذل من الجهد ما هو إضافي ويقدم من الإخلاص والعطاء ما هو غير طبيعي ويتحمل من الضغوط والمتاعب ما هو فوق الطاقة. إذن أنت محتاج تقدر حد يكون عنده هذه الروح يا أستاذ حامد. يا أستاذ إبراهيم، أنا في الحقيقة بشعر بكثير من الغضب والامتعاض أما أي حد يوضع في مقارنة مع الأهلي. مش أنا فقط، أنا بقعد أسمع كل لعيبة الكرة في الدول العربية والأفارقة وهم بيتكلموا على الأهلي إنه الأهلي ده في حتة تانية. هو في حتة تانية، ما هو ممكن يبقى فيه ماتش نبقى فيه أقل شوية، عندنا إصابات بنلعب من دي كورة، لكن هم بيتكلموا على الأهلي الكيان، الأهلي النظام اللي لا يمكن يخترق، الأهلي النظام اللي ما يمكنش مهما تغير عليه المسؤولين إنه هو يتغير. ليه؟ لأنه هو نظام محطوط من 111 سنة. 111 سنة والناس كلها بتمشي عليه، معمول اتعمل دستور غير مكتوب، والحمد لله ان احنا كتبنا الدستور الاهلاوي، كتبنا الدستور. وفي مساء الجمعة 28 سبتمبر قال القاضي كلمته، نسمعها. يسعدني ان نكون بينكم اليوم لمتابعة تنفيذ اجراءات الجمعية العمومية الغير عادية لاقرار لائحة النظام الاساسي للنادي الاهلي، وقد صار اليوم كأفضل ما يكون من حيث التنظيم والانضباط وروح التعاون التي شملت الجميع بدءا من السادة مسؤولي وموظفي الشباب والرياضة والسادة موظفي النادي والسادة أعضاء الجمعية العمومية الذين شرفنا بوجودهم. والشكر موصول أيضا للسادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الذين شملونا بحسن الضيافة والاستقبال هذا، وقد بلغ عدد الأعضاء الموقعين الحاضرين اليوم بكشوف الجمعية العمومية عدد 16,138 عضوا، وقد شرعنا بعد إغلاق باب التصويت وبدء إجراءات فرز بطاقات الاقتراع باستبعاد الباطل منها، فبلغ عدد الأصوات الباطلة 139، وأصبحت عدد الأصوات الصحيحة 15,999 صوت. وقد صوت لصالح إقرار اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 13,921 صوت بنسبة 87%، في حين صوت ضد اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 2078 صوت بنسبة 13%. وعليه فإن الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أقرت اليوم لائحة النظام الأساسي
للنادي الاهلي. خالص التهنئه للسيد رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والساده اعضاء مجلس اداره النادي وجماهيره في مصر والعالم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ حامد، لحظات كانت مهمه قوي. كان يوم تاريخي بكل المقاييس. انا سئلت قبل كده لماذا هو تاريخي، قلت لانه النادي الاهلي هو اول نادي في تاريخ مصر يكون له لائحه. صحيح. سنه 1908 الاهلي اسس في 7 في سنه 1908 كان عنده قانون، كان له قانون ما قانون منظم. وانا كل ما بقراه بسعد جدا. صحيح. جدا. صحيح. وهو يركز في مواده على حسن التعامل بين شوف هي الأعضاء. قانون 1908 كان أقرب بلائحة داخلية، زي ما أنت بتتكلم تربط العلاقة بين الناس اللي موجودة داخل النادي. مفهوم لائحة النظام الأساسي في علاقة الأهلي بقى بالأطراف الأخرى، لأنه كان ده الحركة الرياضية اشتدت. ففي 1919 ظهرت أول لائحة نظام أساسي للنادي الأهلي بالمفهوم القانوني الجديد، علاقتها بالغير مش بس اللي هم المجموعه الصغيره. أيوة. اللي كانوا، انما قانون 1908 رائع في صياغه العلاقه داخل النادي. انا بحس ان هو لا يزال مطبق حتى اللحظه. انه عضو النادي الاهلي كيف يحسن التعامل مع العاملين في الاهلي بجميع مستوياتهم. صحيح. وانه هو وإن صوتك ما يعلاش في النادي طبعا. يعني العيب. أيوة. صدق. أيوة. هو العيب كان بيحدد ما هو العيب. كان بيقول انه انت لك حق وعليك واجبات. صحيح. مفيش واحد بس له حقوق والباقيين مالهمش. فاليوم ده كان يوم تاريخي جدا. انا دخلت وفي ذهني تتردد جمله قالها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي، انه 7 دقائق. كنت خايف جدا ما تبقى 7 دقائق. اول حاجه فوجئت بانه كل المحيط بتاع النادي الاهلي الامور فيه ماشيه سلسه. عربيه وصلتني لغايه قدام باب النادي، عربيات جايه من مدينه نصر ومن الشيخ زايد بتقف قدام النادي والاعضاء بينزلوا بشكل شديد الاحترام. التاكسي النهري جاي بالناس. المهم دخلت من بوابه النادي الاهلي حتى أدليت بصوتي وأنا باصص في الساعة، فكانت 5 دقائق. سعد مرجان. ساعتي أنا. أيوة. بص على سعد مرجان مدخل، علشان الرقم اللي قاله محمد مرجان. مش المدخل اللي ورا. لا، ده المدخل اللي على النيل. يعني المسافة هتبقى أطول على ما أوصل على مقر الخيمة الانتخابية. فأنهيت العملية في 5 دقائق وكتبت هذا على صفحتي على الفيسبوك عشان أفهم الناس. النقطة الثانية المهمة أنه قناة النادي الأهلي وإدارة قناة الأهلي التي تستحق إشادة خاصة جعلت كل إجراءات الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي على الهواء مباشرة. مجهود رائع الحقيقة. مجهود لا رائع. على الهواء مباشرة. أيوة. يعني على عينك يا تاجر. أيوة. من بره ومن جوه، من بره ومن جوه، حتى أعلنت النتيجة النهائية. وبعد ذلك يجد البعض في أنفسهم الجرأة على أن يشككوا مجرد تشكيك. ده كانت على الهوى. يعني لو كانوا عميانا فإن الذين يسمعون هينقلوا لهم يا أخي. صحيح. فكانت شيء رائع العملية. والنقطة المهمة انه الحضور تجاوز 16,000، بينما الحضور في انتخابات في الجمعيه العموميه التي كان من ضمن جدول اعمالها الانتخابات تجاوز 23,000 رغم كل الصعوبات اللي شافوها الناس في هذه الاجواء الحاره. لم يكن هناك متنافسون، الكل كان على الاهلي هو المرشح الأهلي. الوحيد. فالاهلي هو المرشح الوحيد. صحيح. والمؤكد الفوز. ورغم ذلك حرصوا في هذه الحرارة الشديدة جدا القائزة ذلك اليوم ان هم يروحوا وينتخبوا الاهلي، لانه ما بيبقى المرشحون كثيرون، فكل واحد بيبقى حريص انه يجيب مسانديه. ده التدفق بتاع فتح الباب منذ الصباح.
طبعا واقفين من قبل الساعة 9 في طابور كبير جدا قبل ما يبدأ فتح باب التصوير. عزة لبيب سيدهم جه من الكويت فجاي الساعة 6 نزلت طيارته الساعة 6 وهيرجع طيارته الساعة 11 فعنده 5 ساعات فقط جاي عشان يصوت وبيقول لي طالع من القاهرة على برشلونة يعني طيارته الكويت كايرو كايرو برشلونة فجاي هنا يفضل 5 ساعات لأجل الأهلي فقال لي أنا ما روحتش البيت أنا جيت من المطار على النادي بس جيت النادي أنا واقف في طابور طويل جدا فكده طيارة 11 هتضيع مني لأنه الباب لسه ما اتفتحش فأنا قلت له بص هو بيكلمني شوف لي حد يقدمني وقفني قدام لأنه الطابور جاي بآخر النادي فأنا كده الطيارة هتضيع قلت له ما اللي أنت مش فاهمه الطابور ده بمجرد فتح الباب كله هيدخل مفيش مش واحد واحد لا كله هيدخل لأنه كل واحد هيتجه لصندوق فكله القاعة هتستوعب الكل لا الحقيقة يستحق لقيته بيكلمني 9:15 9:30 قال لي أنا على كوبري قصر النيل إيه قال لي رايح على المطار خلصت ففعلا يعني لا بقول إدارة تنظيم النادي فيه الأهلي من السيولة إدارة النادي الأهلي أنا حتى قابلت العميد محمد مرجان داخل الخيمة الانتخابية الحقيقة له كل عناصر الإدارة التنفيذية والشباب المتطوع من كتر الـ 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 النظام الجميل واللي أنا شايفه قصادي كان اللي ناقص تدي لأعضاء النادي الأهلي قهوة في داخل اللجنة عشان تبقى كملت جميلك فكان يوم رائع جدا أعظم ما فيه كان شعوري أنني أدخل مبنى التاريخ أنا داخل التاريخ لأني أشارك في صنع تاريخ للنادي الأهلي اليوم أنا أتذكر يمكن بعد ما حدش يعرف أنت مش هتبقى موجود فالناس هتبص لهذه اللائحة عايز أقول لك على فكرة العظيمة هذه اللائحة طبعا أنا شفتها وهي لا تزال مسودة للائحة وكل الخطوات فأنا أقول وأعتقد أني أفهم بعض الشيء في التشريع أنها بلا نقيصة ما فيش فصلة مش في مكانها فكان شيء عظيم جدا 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 صنعته الجمعية العمومية للنادي الأهلي وتستحق عليه كل الثنايا الجمعية العمومية للنادي الأهلي تستحق كل الشكر على الجهد اللي عملته في إصدار لائحة النظام الأساسي هي اللي حطتها مش حد حطها طيب سيبكم من اللي حاول يطلع فيديوهات اتصورت له أثناء صلاة الجمعة وكأنه كان مطلوب من الناس الأذان الجمعة يأذن فما تروحش تصلي علشان صاحبنا لما حد يصور له كام فيديو يبان ان الناس موجوده ما علينا خلينا في شفتوا حضراتكم هذا التدفق منذ لحظه فتح الباب اللي في نهايته كان المردود في المنشطات والتغطيه الصحفيه مسجله لهذا الحدث المهم اللي الاستاذ حامد بيصفه بالتاريخي ومؤكد ان انا هرجع له لماذا هو تاريخي وماذا في هذه اللائحه من نقاط يمكن خلاص احنا ناقشناها كتير وحضراتكم حفظتوا كتير من البنود لكن ماذا بعد التطبيق دي مسألة مهمة هناقشها مع الأستاذ حامد بعد ما هقول لكم منشطات الصحف بعد هذه الجمعية التاريخية الأهرام قالت الجمعية العمومية للأهلي تعتمد لائحة النظام الأساسي بنسبة 87% 16,000 حضروا للمقر الرئيسي و 13,921 وافقوا على اللائحة الجديدة أخبار اليوم قالت الجمعية العمومية للأهلي توافق على لائحة النظام الأساسي في احتفالية تاريخية الخطيب يقول فخور بأعضاء القلعة الحمراء والأهلي دائما في الصدارة أخبار الرياضة قالت الأهلي في مكان آخر بعيدا عن الحروب الأهلوية يحمون ناديهم في يوم تاريخي الأخبار المسائي قالت دستور الأهلي العمومية تعتمد اللائحة الجديدة بحضور 16,000 عضو جريدة الوطن قالت أعضاء الأهلي يرسمون مستقبل ناديهم إقبال مكثف بالعمومية غير العادية لاعتماد لائحة النادي الجديدة المجلس يشكر الأعضاء على الحضور الخطيب يدلي بصوته في اللجنة رقم 11 والأعضاء يحتفون به واللاعبون القدامى يحرصون على المشاركة المصر اليوم قالت نجوم الكرة بالأهلي يشاركون في عمومية اللائحة الجديدة
أنديل طارق أنديل بيقول الأعضاء قدموا نموذجا متميزا للوجه الحضاري للنادي، والجرح يؤكد اللائحة خرجت للنور بتوافق الأغلبية. الأخبار المسائية قال الدستور الأهلي يحكم، الخطيب يفتح الملفات الشائكة، والشروق قالت إقبال كبير على عمومية الأهلي، طوابير الأعضاء بدأت قبل التصويت استجابة لدعوة مجلس الإدارة لاعتماد اللائحة وظهور ملحوظ للرموز والنجوم. بالمناسبة الرموز، شفت الكابتن حسن حمدي والمهندس إبراهيم المعلم، يمكن قعدنا شوية حكي أنا وعماد حسين مع المهندس إبراهيم المعلم، كان زيك عنده ثقة كبيرة أنه هتكتمل بأعداد كبيرة كمان. أنا لولا الحر الشديد، لولا الحر الشديد لكان الرقم قياسيا، رغم أنه لم يسبق على فكرة. بس أنا عايز نفرق بين جمعية عمومية لاعتماد لائحة وبين جمعية عمومية من بنودها الانتخاب. الانتخاب الدوافع كتيرة، المرشحين كثر، الدعاية جاذبة، الاستنفار موجود، في صراع. ده له أنصار وده له أنصار، ده ليه مؤيدين وده له مؤيدين. مرشحنا كان واحدا هو قوي، لا ومش بس مرشحا واحدا، قويا جدا، صحيح، يعني مضمون فوزه. المسا قالت أعضاء الأهلي قالوا نعم للائحة بيبو، لا هي لائحة الأهلي مش لائحة بيبو. 87% وافقوا على دستور النادي ومظاهرة حب بروح الفانيلا الحمراء. الخطيب يؤكد يوم تاريخي، الأهلوية كتبوا المستقبل لأولادهم. في جريدة الأخبار كتب الأستاذ عصام السباعي، اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي بغض النظر عن قرارها تدعو كل مصري باختلاف انتمائه إلى الفخر، كانت بالفعل نموذجا في التنظيم والاحترام والحب والتحدي في أجمل الصور، ونموذجا مصغرا لما يجب أن يكون عليه كل مواطن مصري في التعامل مع قضايا بلده. باختصار، الأهلي مدرسة رياضية وإدارة وأخلاق. وكتب أيضا في الأخبار صديقك العزيز ودفعتك الأستاذ عثمان سالم إنه الأهلي. نعم، وهو زملكاوي. فيقول الأستاذ عثمان سالم في الأخبار، حقا إنه الأهلي الكبير بقيمه ومبادئه التي عهدناها على مر السنين، تجاوز خلالها العديد من الأزمات التي أدت إلى حل المجلس السابق، ويسير في التحدث عن ما حدث. وبيقول لقد تعامل مجلس الإدارة مع اللائحة الجديدة بمنتهى الديمقراطية، اختار عددا كبيرا من رموز القانون أعضاء النادي لإعداد الدستور الجديد، وطبعه في كتاب قيم شكلا ومضمونا، ووزعه قبل موعد الانعقاد بفترة كافية، وتلقى المجلس العديد من المقترحات الإيجابية التي تضيف للائحة، وأخذ ببعضها حتى لا يحتاج الأهلي لدستور جديد قبل عدة سنوات لقراءة المجلس المستقبل المنظور. ويشيد كثيرا عماد المصري في الأخبار عن دستور الأهلي، وبيقول دائما النادي الأهلي ما يضرب المثل في الالتزام والانضباط والنجاح. وفي جريدة الغد الأردنية يكتب محمد جميل عبد القادر الناقد الرياضي الكبير دستور الأهلي المصري، وبيقول يعتبر النادي الأهلي المصري من أعرق وأكبر الأندية العربية والإفريقية وأكثرها شهرة وشعبية، ويشير إلى تأسيسه قبل 111 سنة وتفوقاته العربية والإفريقية في كل الرياضات، وبيقول إن هذا العمل للأهلي أثبت احترام قيمة الإنسان والعمل الجماعي وإعلاء قيمة كل عضو في النادي من دون أن يكون أحد منهم على الهامش، من خلال احترام المقترحات التي قدمها هؤلاء الأعضاء العاملون، وبذلك شارك الجميع في كتابة تاريخ جديد للقلعة الحمراء حفاظا على ماضيها ومستقبلها. إشادات أعتقد توالت على السطح الإعلامي والصحفي، لكن قبل ما أقف مع الأستاذ حامد عز الدين عن بعض شواهده ومشاهده في هذا اليوم التاريخي، نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب بعد أن أعلن القاضي رئيس اللجنة نتيجة التصويت. تحدث الكابتن الخطيب للأعضاء، نفكر حضراتكم بكلماته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. حقيقة يمكن في مشاعر كده الواحد ما بيقدرش يوصفها،
لكن في البداية في شكر لازم أتقدم بيه لبعض الناس الحقيقة اللي هم كانوا بالنسبة لنا النهاردة قيمة كبيرة جدا. وعايز أبتدي بالسادة القضاء الحقيقة أن هم عملوا مجهود كبير جدا جدا النهاردة. وكمان عايز أشكر اللجنة الأولمبية، لأن اللجنة الأولمبية الفترة اللي فاتت يعني طلعت معانا على كل بنود اللائحة، بشكرهم جدا، ادونا من وقتهم كتير، واحنا كنا حريصين على ده عشان يكون دايما اي حاجة النادي الاهلي بيعملها تكون شيء قانوني وضمن اللوائح والميثاق الاولمبي. في كمان شكر انا يمكن اللي انا شايفه النهاردة هي احتفالية سببها الرئيس الحقيقة الادارة التنفيذية بتاعة النادي الاهلي، من المدير التنفيذي لغاية أصغر عامل في النادي الأهلي، كل واحد كان ليه دور في المظاهرة اللي احنا شفناها النهاردة. واحنا يجب أن يكون النادي الأهلي باستمرار بهذا الشكل إن شاء الله. كمان مش هقدر أن أنا أنكر أبدا دور الأمن، لأن الحقيقة الأمن كان ليهم دور كبير جدا النهاردة في سهولة وخروج الناس، وده الحاجة اللي برضو اللي ساعدت كتير جدا في نجاح هذه الجمعية. كمان عايز أذكر الحقيقة زمايلي في أعضاء مجلس الإدارة كلهم، كل واحد فيهم الحقيقة النهاردة قدم في خلال الفترة اللي فاتت قدم الواجب عليه. إن إذا كانت الأعضاء فانتخبونا لأنهم كلهم عندهم ثقة فينا، ويجب إن إحنا نكون أهل لهذه الثقة، ويجب إن كل واحد كلنا يشتغل الفترة القادمة كلها زي ما قلنا قبل كده قبل الانتخابات الفانيلا الحمر. هو ده النادي الأهلي. اللي بيسعدني كمان بقى في النتيجة دي وفي إقرار النظام الأساسي، وعايز أقول لحضراتكم من 99 سنة بالتحديد في سنة 1919 كانت أول جمعية عمومية للنادي الأهلي وتم إقرار لائحة النادي الأهلي فيها. يعني 1908 كانت لائحة كده بتتحط ضوابط اللوائح، لكن 1919 كانت أول لائحة، وكان بالنسبة لنا شيء تاريخي. النهاردة هو يوم تاريخي، بعد 99 سنة حضراتكم وجميع أعضاء الجمعية العمومية كلهم شاركوا في هذا الحدث التاريخي. وهنا بقى يجي الدور أو يجي الشكر الموصول الدائم بالنسبة للجمعية العمومية. أعضاء الجمعية العمومية إحنا مش لاقيين كلام أو عاجزين عن لاقي كلام نشكركم بيه، سواء اللي حضر أو اللي ما حضرش، سواء اللي كان موافق أو اللي كان له وجهة نظر أخرى. هو ده النادي الأهلي، هو ده يجب جميعا نشتغل بهذه الروح. ولكن كمان الشيء المهم ان انا النهارده شفته المظاهره بحقيقي، يعني زي اللي شفته في الانتخابات، مظاهره حب في النادي الاهلي مش في اشخاص. يا جماعه النهارده اللي احنا شفناه في جو حر جدا، شفناه من كبار السن، شفناه من الاطفال، من السيدات، من الرجال، الناس كلها بقلب وبحب وبانتماء جايه لناديها. هو ده النادي الاهلي، وهي دي عظمة النادي الأهلي، ولازم كلنا نكون فاهمين هذا الكلام. النهاردة مثلا حضراتكم ما تعرفوش انه في شخص منكم واقف وسطيكم دلوقتي وهو جاي في اتوبيس داس على رجليه، راح وتعالج ورجع كمل، يعني رجع كمل ووقف وخدم. الحاجة اللي انا عايز برضو ما تفوتنيش اشكرها حاجتين كمان، فعلا بشكر جدا اعضاء الجمعية العمومية اللي هم النهاردة أقروا لائحتهم، النهاردة أمنوا، خدوا بالكم الكلام أنا بقوله ده كويس، أمنوا النادي الأهلي ودعموا النادي الأهلي وحموا النادي الأهلي. حضراتكم النهاردة بتحموا النادي الأهلي. الحاجة الثانية، كمان في حقيقة يعني جهة بتشتغل معانا كل انتخابات وكل جمعيات، وهي الجهة الإدارية. النهاردة
ليها دور كبير جدا جدا في نجاح اليوم ده. الجهه الاداريه النهارده عملت مجهود كبير جدا يعني الحقيقه. المدير الاداريه بالسيد الدكتور اشرف كان ليهم دور كبير جدا في نجاح المنظومه بتاعتنا النهارده. الحاجه اللي انا عايز اختم بيها وهو الشباب. الشباب الحقيقه يعني بقى لهم شهر لازم نفخر بده، لازم كلكم تفخروا بالكلام ده. شبابنا شباب النادي الاهلي بقى لهم اكتر من شهر شغالين، ولا واحد فيهم بيتقاضى جنيه ولا عايز منصب ولا عايز حاجه، هو بس بيحب وبينتمي وعشان كده هو بيشتغل. يا جماعه الشغل اللي من وراه الحب والانتماء ده هو ده الشغل، هو ده. ملهمش هدف، ملهمش هدف، بس انا عايز يكون ليهم هدف، وعايز كل واحد فيهم يتطلع انه يكون في مناصب. النادي الاهلي محتاج نوعيه من الشباب ده، لازم النادي الاولاد دولت لازم يكون ليهم قيادات جايه ان شاء الله. في النهايه انا بكرر شكر للجميع، اخص بالشكر طبعا جمعيه يعني جميع اعضاء الجمعيه العموميه، وتاني بكرر شكر للساده القضاة الحقيقه اللي قاموا بدور كبير جدا معانا، وان شاء الله احنا بنبتدي بقى لمستقبل جديد باذن الله. اعضاء الجمعيه العموميه هي اللي كتبت المستقبل ده، وباذن الله نكون عند حسن الظن ونمشي بقى المستقبل ويروح جيه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني دي ناس بتنكر الشمس، شفت الاعداد قد ايه؟ قالك الصناديق فاضيه و200 واحد اللي حضروا. طيب ماشي، ال 15 اللي بيتفرجوا عليك قال لك مين قال ان في اشراف قضائي؟ ما حصلش اشراف قضائي. في ثلاثه من نواب رئيس محكمه النقد يعني في الهيئه أنا القضائيه. انا هقول لكم الكلام ده حتى استفز اللجنه القضائيه المحترمه المشرفه على الجمعيه كلها، فاضطرت ان هي تصدر بيان تفكر هذا الذي مين قامات القضاء المصري اللي بيترأسوا أعمال هذه الجمعية. فطلع بيان عن اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية، قالت تنقلت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلو الجمعية العمومية للنادي الأهلي من الناخبين. ما هو الخايب اللي بيقول كده مش فاهم إن ده بيطعن في ذمة القضائية للقامات القانونية الكبيرة المشرفة على أعمال الجمعية. أما تيجي تقول لي الصناديق فاضية، الأفندي اللي صور له وبعت له الصور أثناء صلاة الجمعة، فيبقى الهدف الطعن في هذه الزمم الشريفة، فتضطر اللجنة القضائية تقول تناقلت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلو الجمعية العمومية للنادي الأهلي من الناخبين وأثار وجود شبهة تزوير للجمعية العمومية للنادي الأهلي بغرض إثارة شبهة تزوير شابت الجمعية العمومية للنادي. وبيقول بيان اللجنة القضائية وحيث أن اللجنة القضائية التي تولت مهمة الإشراف يقع على عاتقها إيضاح بعض الحقائق، حيث اطلعت اللجنة القضائية بدورها بتكليف من اللجنة الأولمبية المصرية اللي هي صاحبة الحق الأصيل في ذلك بالمناسبة بناء على طلب النادي الأهلي، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وجاء تشكيلها السيد الأستاذ المستشار محمد السيد محمد علي خليفة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، السيد الأستاذ المستشار أحمد مجدي أبو العلل المحامي العام بالمكتب الفني لمحكمة النقض، السيد الأستاذ المستشار أحمد علي حافظ بيومي المستشار بمحكمة استئناف المنصورة، السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين محمد المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض، السيد الأستاذ المستشار حسام الدين حسين عواض الجزاوي المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض، السيد الأستاذ المستشار أحمد إسماعيل عبد السميع محمد رئيس المحكمة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية. قامات قضائية معظمهم في محكمة النقض أعلى هيئة قضائية. لا أنا عشان كده كنت بتمنى أنه طبعا البيان بتاع اللجنة كان في توقيته وكان رائع وبيوضح الحقائق يعني، لكن أنا
أتذكر أنه أي حد يعني يحاول أن يلقي بأي ظلال من التشكيك في القضاء، فإن من حق القضاء أن يأخذ حقه منه. فأنا أنا بتمنى حتى هذه اللحظة أن اللجنة القضائية بالتشكيل الرائع ده تتقدم طبقا للفيديوهات اللي هي شافتها بشكوى ضد الذين شككوا في نزاهتها، لأن زي ما أنا بقول لك إحنا بس هنجيب تسجيل وقائع اليوم من 9 صباحا أو من قبل 9 صباحا حتى لحظة إعلان النتائج الجمعية العمومية، وبس يشوفها أي محكمة ونشوف ما حدث. لأنه أنا بقى بصراحة أستاذ إبراهيم عايز أقول لك على حاجة. أنا لو لم أكن أهلويا لقتلتني الغيرة من الأهلي. يا أخي كل حاجة عنده يا أخي مظبوطة يا أخي. النادي الأهلي ده كل حاجة بيعملها يعني زي ما بتقول الكتب. نحن نضع الكتب. نحن نضع الكتب للناس كيف تسير. فأنا لو لم أكن أهلويا لأصبت بغيرة قاتلة من هذا النادي الرائع. وبعدين مش أنا اللي بقول. ده أنا بقول لحضرتك العالم كله يؤكد. فما بال لا شيء عندما يتحدث هو لا شيء. عموما هي كابتن خطيب اتكى قوي في كلمته عن شكره للأعضاء ان هم حموا الأهلي. انا عايز بس اقف في الحتة دي. انا عايز اذكر وقع انا كنت شاهدا عليها. كان الراحل رجل الأعمال الكبير جدا السيد ناصر الخرافي كان حريص على أن يدعم النادي الأهلي بعد ما شاف عظمة هذا النادي وجماهيرية هذا النادي وهكذا، وكان الحقيقة بيقدم أشياء جيدة كثيرة محدش عارف اسمه دون ويؤكد على الجميع أنه هو لا يريد أن يذكر اسمه، بس كان في مشروع مهم جدا أنه لما راح زار نادي الأهلي مدينة ناصر وشاف الأعداد الهائلة من الشباب والأسر اللي مالية كل حتة تزرع حياة في مكان كان ذات يوم قفرا، فقال أنا نفسي أعمل حاجة للنادي الأهلي. فكانت فكرة مشروع مول تجاري فيه محلات كتير وفيه دور سينما وتحتيه يبقى فيه جراج لخدمة أعضاء النادي الأهلي، واتعملت الرسومات واتعمل كل شيء. وعندما حانت لحظة التنفيذ فوجئنا بأنه القانون يمنع النادي الأهلي أن يدخل في أي شراكة تجارية. كانت الفكرة في هذا المشروع العظيم كان تكلفته وقتها حوالي 300 مليون جنيه، هو أنه هيتعمل دون أن يتكلف الأهلي من ليمان بنظام اسمه BOT حق الانتفاع، اللي هو حق البناء، أنك أنت تبني وتدير ثم تسلم. طيب لكن المؤكد ما حالت دونه اللوائح السابقة أو القانون السابق أوجده الآن حمينا النادي الأهلي الجديد بباب كامل. قانون الأهلي الجديد خلفه رجال الحقيقة كانوا عند حسن الظن بيهم، ولما وعدوا الجمعية العمومية في الانتخابات اللي فاتت أنه بداية التزاماتهم تجاه الجمعية العمومية المصارعة بوضع لائحة للنادي، تقريبا لم تكد تمر سنة واحدة على انتخاب هذا المجلس حتى وضع دستور الأهلي، ووضعه بالشكل اللي أشعر كل الناس بالتقدير، وشفنا الرأي الأردني حتى أن الأهلي احترم أعضائه واحترم أرائهم واحترم وجهات نظرهم واحترم تعديلاتهم وتغييراتهم، فاستحق مجلس الإدارة من الأعضاء هذا الإقبال وهذا الحضور وهذا التأييد. مجلس إدارة النادي الأهلي بما يضم من عناصر شابة باتت مخضرمة، ما تسمع لبعض من الشباب حتى تحت السن، لو ما تعرفش الشخص تدرك أنك قدام حد عنده خبرات كبيرة من فرط ما توفر ليهم خلال هذه المرحلة، مرحلة الدستور، من اطلاع كامل على حقيقة النادي وعلى رغبات الأعضاء وعلى طبيعة العمل في النادي.
من هؤلاء الشباب المخضرم المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي. يا باشمهندس أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذ إبراهيم، وتحياتي للأستاذ حامد، وتحياتي للسادة المشاهدين جميعا على قناة النادي الأهلي. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل من ساهم في هذه الجمعة التاريخية الحقيقة. لا الحمد لله، والله هي مش غريبة يعني على النادي الأهلي أو على الجمعية العمومية للنادي الأهلي. يعني دايما احنا بنراهن على الجمعية العمومية ودايما بنراهن بكل ناجح الحمد لله. ودايما بيكونوا موجودين في الوقت الصعب اكتر من الاوقات السهله، يعني هم دايما بيبقوا ظهر النادي في الاوقات الصعبه، ودايما بيكونوا عندهم الوعي الكافي ان هم يساندوا النادي الاهلي في الاوقات اللي بيحتاج فيها النادي الاهلي اعضائه وابنائه يساندوا فيها. فالحمد لله يعني هي كان يوم يليق باسم النادي ومكانه النادي الاهلي، وخرج بالصوره المميزه، خرج بنجاح بما يصب يعني مصلحة النادي الأهلي إن شاء الله للمستقبل. إحنا بنعمل لائحة نقول إن هي مش لائحة للمجلس ولا لائحة للأشخاص، دي لائحة ترسم مستقبل النادي الأهلي بكل من ينتمي للنادي، يعني سواء أعضاء سواء جماهير سواء موجودين في النادي. فالحمد لله خرجت بشكل مشرف. باشمهندس محمد اتفضل يا أستاذ. أنا عندي سؤال بس للباشمهندس، ألا تشعر إنه هذه اللائحة اللي أنا أعتقد طبقا لموادها هي أصبحت سارية بمجرد إعلان نتيجتها، وتصبح يعني منفذة بمجرد اعتماد اللجنة الأولمبية ليها حتى قبل النشر على فكرة في الجريدة الرسمية؟ ألا تشعر أن اللائحة وخصوصا في بابها بتاع الاستثمار، وأنه حق النادي الأهلي في استثمار كل إمكانياته وأصوله في خدمة وتعظيم إيرادات النادي الأهلي ستجعل العبء مضاعفا 10 مرات على الأقل على أعضاء مجلس الإدارة في الفترة المقبلة؟ وهل يمكننا أن نعرف منك أول المشروعات أو أول الشركات التي يفكر مجلس الإدارة في الإسراع بتأسيسها بمجرد أن تصبح اللائحة سارية قابلة للتنفيذ؟ طبعا زي ما حضرتك قلت يعني الحمد لله يمكن دي اول مره يتعمل باب كامل للاستثمار في لائحه، يعني كان يمكن اللائحه الاستشاريه ما كانش فيها باب للاستثمار، كان فيها بندين فنون الرياضه برضه نفس الفكره، فكانت اللوائح دايما للانديه فيها بند كده او بندين للاستثمار وبس، يعني احنا الحمد لله عملنا باب كامل ده. احنا طبعا ده بالنسبه لنا يعني شيء مهم جدا وفيجن للنادي لقدام. يمكن من اول يوم احنا يعني كنا بننتج فيه الانتخابات وداخلين في قائمه ولينا برنامج انتخابي وفي فكر معين عايزين ننفذه في النادي، كنا يعني عارفين كويس ان زي ما حضرتك بتقول احنا عشان يعني مش هنخليها اعباء، طبعا احنا يعني مبسوطين ومستمتعين واحنا بنعمل حاجه للنادي او بنحاول ان احنا نقدم اللي بنقدر عليه في النادي الاهلي. فطبعا ده جزء احنا كنا عارفينه من الاول ان النادي مقبل على شركات طبقا لقانون الرياضه الجديد، مقبل ان احنا نبدا نعظم موارد النادي من خلال الشركات دي، فكنا حابين ان اللائحه تبقى مطابقه لده، ان اللائحه تساعد وتساند ده وتكون مشكله بطريقه او تطلع بشكل يقوي النادي الاهلي، بمعنى ان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا حاطين في الباب ده مش بس ان انت تاسس شركات، حاطط برضه ان انت تشارك كنادي اهلي في شركات اخرى لو في شركات ناجحه مثلا على الصعيد الرياضي او انديه حتى خارج مصر ناجحه انت ممكن تخش تشارك فيها، ممكن تعمل ليك الحق تعمل مستشفى رياضي، ممكن تعمل جامعه رياضيه، ودي احد اهدافنا برضه ان دور النادي الاهلي ما هوش دور رياضي فقط، برضه هو تعليم دور برضه ثانوي. اعتقد وانت يعني حصل على الماجستير من جامعه ريال مدريد في الاداره الرياضيه، يمكن ان يكون مشروع جامعه الاهلي من اولويات اهتماماتك. لا اكيد يعني الحمد لله دي من الحاجات اللي يمكن يعني من اول يوم حتى كنا بنتكلم فيها، والكابتن الخطيب يعني برضه متحمس ليها جدا ان شاء الله تبقى في الخطه الحته او الناحيه التعليميه، يعني احنا نبدا ان احنا نشتغل عليها بشكل كبير سواء على الصعيد الاداري او الرياضي، لان ده موجود في العالم كله وماشي بشكل ناجح، ويمكن انا شفته بره في اسبانيا لما عملت التجربه دي
ويعني موضوع مفيد جدا سواء على الصعيد الإداري أو على الصعيد التسويق الرياضي أو على حتى صعيد القوانين واللوائح الرياضية، كل ده هام جدا. وفي النهاية الشركات دي يعني تبقى باسم النادي الأهلي، والحمد لله أنت برضه أستاذ إبراهيم أستاذ حامد يعني كان أهم حاجة إن أنت في سياق بقى الاستثمار ده تحافظ على هوية النادي، يعني الاستثمار كويس وممتاز بس وعندك تجارب ناجحة عالمية كتير، بس انت ما ينفعش النادي الاهلي يبقى مانشستر سيتي ولا يبقى باريس سان جيرمان، يعني عندك هويه معينه لازم تحافظ عليها، فالهويه دي احنا حافظنا عليها بال 51% اللي هي بيملكها النادي الاهلي، يعني دي بتاعه النادي الاهلي، وبعدين بنقدر 49 الاخرى تفتحها تدي الاعضاء اولويه كاسهم، وبعد كده بتبدا ان انت تفتحها للجماهير، بس انت النسبه الاكبر معاك والتحكم ليك انت واليد العليا معاك انت كنادي اهلي. فطبعا اكيد هيبقى في فكر اكتر للشركه، يعني سواء كوره سواء تسويق سواء يعني اكيد النادي هيبدا يفكر في الاولويات اللي تهمه واللي تخدمه الفتره اللي جايه. يا باشمهندس انا بنقل لك عن جماهير الاهلي رغبتهم في ان تكون اول ثلاث شركات او اول شركه هي شركه الاهلي للانشاءات عشان ننشئ او تتولى هي بناء مقر الاهلي الجديد في التجمع، والثانية شركة الأهلي للتسويق والعلاقات العامة حتى لا نحتاج إلى دعم من أحد وأن يكون ذلك سريعا، فهل أنت مع أو وصلتك الرسالة ماذا نقول لجماهير النادي الأهلي؟ لا طبعا احنا أكيد مع أي حاجة في مصلحة النادي كمجلس، احنا مع أي حاجة في مصلحة النادي، لما يبقى فيه شركة أو يبقى فيه فكر معين هتقدر إن أنت تعتمد فيه على ذاتك كنادي أهلي وتضاعف أرباحك وتضاعف دخلك من غير ما تحتاج لحد آخر أو لوسيط أو لمساندة أو لمساعدة أو أي حاجة من الحاجات دي، طبعا ده بالنسبة لنا هو دي الأولوية، يعني إن أنت يبقى ليك شركاتك الخاصة اللي أنت بتبني بقى عليها طموحاتك وأحلامك واللي أنت عايز تكبر أكتر وتتوسع عالميا أكتر، حتى من انت كونك متوسع مثلا قاريا او كده، لا احنا عايزين نبدا برضه توسع على نادي النادي، فكل ده اللي حضرتك بتقوله يعني بتحمد بناء على الناس حباه او الناس مثلا باصه له لقدام، النادي برضه الاهلي مجلسه يعني باصص له وباصص له كويس ومن اهدافه، الكلام ده كله طبعا الشركات اللي حضرتك بتقولها كلها في الحسبان وكلها طبعا يعني هتبقى خطه دراسه الفتره اللي جايه بلا شك. ان شاء الله يا باشمهندس، وشاكرين جدا جدا كل الجهود اللي بذلت في هذا اليوم التاريخي، وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. شكرا جزيلا للمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اللي بيفكرني الحقيقه ان النبوغ ده لا يولد فجاه. محمد سراج ابن اللواء زكريا سراج، ووالدته الاستاذه الدكتوره ملك الطحاوي الأهلوية أكتر من اللواء سراج المتعصب، واخد بالك؟ حلقة بقول لك حلقة أهلوية اعتادوا من أكتر من يجي 20 سنة على دعوتي أنا والعميد شوقي حامد الله يمسيه بالخير إن احنا نلتقيهم في شم النسيم فعلى أحد المراكب النيلية من أكتر من حاجة و20 سنة، كانت حتى معزومة معانا الإذاعية الكبيرة الله يرحمها أمال فهمي. محمد كان لسه يعني ابن العشر سنين أو يدوب لسه، ما بيلعبش مع بقية الناس، قاعد ينصت لكلامي أنا والعميد شوقي والوالده ووالدته عن الأهلي، فشوف سريعا لما تلاقي عنده هذا التدفق من الحب هو لا يحمل شيئا مما تحمله والدته ووالده، أهلوية بدرجة يعني. لا أنا هي أستاذة علم اجتماع، فكتير لما كان بتعمل معانا مداخلات قبل كده عن ظاهرة الأهلي الاجتماعية، مجلس إدارة النادي الأهلي، خلينا نرجع كمان الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أنا قلت إن فيها قامات صحيح كبيرة يمكننا منها أن نشكل لمصر 10 حكومات وثلاث برلمانات بكفاءات عالية، بكفاءات عالية جدا، عشان كده البعض اللي كان بيقول أعدهم كان بيقول انه جماهير يعني اعضاء الجمعيه العموميه صوتوا لصالح اللائحه لانهم ظنوا ان فيها مصلحتهم. فانا رديت وقلت
يعني بقول لحضرتك احنا نشكل برلمانات ونشكل حكومات، يعني دي قامات حتى ظن برضو. طيب يا اهلي ما يهزك سطيف، وانا اعتقد باذن الله تعالى حتى وان كان اللاعب المهم وهو الجمهور يغيب عن مدرجات الاهلي في استاد السلام بكره، الحضور المسموح به امنيا هو لاعضاء النادي، ما باليد حيله، الاعتبار يحكم. والله ربما كانوا يعرفون ما لا نعرف، لكن انا اعتقد انه غيبه جمهور الاهلي ده يعني هيورط الاهلي امام الاتحاد الافريقي اللي كانت له شروط في حضور الجمهور، لان احنا بنتكلم في الدور نصف النهائي، يعني ما ينفعش الموضوع كده كده صعب جدا. طيب غدا الثلاثاء زي ما قلت لكم 9 مساء الاهلي مع سطيف الجزائري، الحكام بملاك تسيما من اثيوبيا ويساعده مواطناه تيمي سيجان اسماعيل وكندي موسلي. النتائج السابقة في 3 مباريات، مباراتين في نفس الدور قبل النهائي لبطولة افريقيا ابطال الدوري عام 88 انتهت في الذهاب لصالح سطيف 2-0 في ملعبه، والعودة كانت في القاهرة 2-0 للاهلي. احتكى المباراة بالزي الرسمي بتاعه، الفانيلا الحمراء والشورت الابيض، فيما يرتدي الحارس القميص والشورت اللبني، وفاق سطيف هيلعب بالابيض في الاسود والشورت الاسود، والجول بتاعه هيلبس الشورت الازرق. ده ابرز ما تم الاستقرار عليه في هذا الاجتماع التقليدي الاخير يا استاذ حامد. انا كنت بتمنى ان جمهور الاهلي تتاح له الفرصه للحضور باكبر قدر ممكن، لكننا بلا شك نحترم الدواعي الامنيه، لكننا ايضا يعني نطلب ان يتحمل تتحمل الجهات الامنيه اي جهد اضافي. يعني الحدث يستحق. ايوه ده الحدث يستحق من الجميع ان يتحمل المجهود الاعلى. شكل جمهور الاهلي في الملعب اعظم صوره للدعايه لمصر. صحيح، شكل جمهور الاهلي في الملعب اعظم دعايه لمصر. مصر انا بقول يعني مصر تنطلق الى الامام جدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا وامنيا. كيف لا نستغل هذه الصوره بشكل ليس هناك الإجابي. سبب كافي من وجهه نظري، لكن ربما كانت جهات الامن لديها معلومات لا نعلمها. لا نعرفها، لكني متفائل جدا بمباراه الغد، متفائل لاني اعلم روح لاعبي الاهلي، وبناء على اخر 4 مباريات الحمد لله الاهلي لم يخسر في 11 مباراه سواء محلي او افريقي او عربي. الاهلي اخر 3 مباريات عامل نتائج كبيره كلها بال4، والاهلي كان شكله في مباراه الحريه الغيني كان رائع، شكله في امام النجمه في لبنان يعني جعلني مستوى الاهلي وتعليق نجوم لبنان على الاهلي يعني اكتفي واقول لا تعليق. عندما يقولوا انت بتلعب الاهلي يعني مجرد ان انت تلعبه ده شرف. صحيح، هذا شرف. صحيح، فما تغلط قدامه بتتعاقب. الاهلي يجعلنا مره اخرى، لو لم اكن اهلاويا لكانت غيرتي قاتلة من الاهلي. قول لي هو الكرسي ده فيه سحر ولا ايه؟ كيف ذلك؟ المهندس عادل يقعد عليه يقول لك الاهلي لا يكسب لانه عظيم ولكنه عظيم لانه يكسب. لا وانت تنحت مقولة اخرى جميلة. نعم انا فعلا بقعد اتفرج على الاهلي فاقول بصراحة اعداء الاهلي وهم قلة، على فكرة وهم قلة، اعداء الاهلي من حقهم يا اخي انهم يغيروا على زين النوادي. نعم، على سعدنا بيك جدا يا استاذ حامد. انا اللي اسعد صحيح، رغم انه انا يعني كان استدعائي على عجل. العجل. وانا من هؤلاء. انت دائما وابدا تشرفنا باستمرار وتثر الحوار. الله يخليك يا ابا خليل. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعه،
دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وكل التوفيق غدا إن شاء الله. كان الأهل يستحق من الجميع مجهودا أفضل وتضحيات أكبر، لكن ربما هناك ما لا نعلمه. كل ما نعلمه هو حتمية الدعاء والمساندة للأهلي حتى يجتاز هذا الدور بإذن الله، ويبقى دائما وأبدا الأهلي زين النوادي. تحية وجلالا، تحية وجلالا، أيها النادي فأنت زين النوادي، حلية الوادي، لله أيامك الغراء مشرقة، تزهى على جمع فيها وحادي، سجلت فيها من الأمجاد مقارة، عزت على كل أعزاز وإمجاد، عزت على كل أعزاز وإمجاد. خمسون عاما، خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد، كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى تواريخ وأعياد، جمعت شمل بني مصر وجيرته بحاضر من أمانهم وفي بادي، وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعادي، فيه تلاقى بنو أم وذو رحم كما التقى فيه آباء بأحفادي، عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة، لساكني مصر بل للناطق الضالي، تحية وجلالا أيها النادي، فأنت زين النوادي، حلية الوادي.